السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم استاد الاهلي. طبعا كان معاكم زميلي محمد فاروق، اكيد كان بيتكلم على اللائحه الاسترشاديه وممكن الصدام اللي ممكن موجود في الوقت الحالي ما بين اللجنه الاولمبيه وطبعا الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي. طبعا ان شاء الله تتحل الامور مستقبلا. احنا نادي كبير، نادي اعتقد كدوله وكمسؤولين عن الرياضه عارفين يعني ايه قيمه النادي الاهلي. ان شاء الله الامور في الفتره اللي جايه يبقى ليها حل من الحلول. خليني اكلمكم قبل ما اروح طبعا واستقبل ضيوفي في الفقره الثانيه، نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن اسامه عرابي وكابتن محمد عبد الجليل. طبعا هنتكلم على بدايه الموسم، النهارده كان في مباراتين للمقاولين العرب والرجاء وفوز للمقاولون العرب 3-0، طبعا احرز الاهداف احمد علي وشكري نجيب ومحمد فاروق، وكان في ايضا مباراه قبلها مباراه الداخليه وبتروجيت وتعادل ايجابي 1-1. امامنا على الشاشه طبعا دي اهداف المباراه، احمد علي طبعا بيحرز هدف وشكري نجيب طبعا اللاعب المميز ومحمد فاروق اللاعب ايضا المميز لفريق نادي المقاولين من ضرب الجزاء، ثلاث اهداف لفريق المقاولون على الرجاء الصاعد مره اخرى للدوري الممتاز، بيمثل طبعا منطقه جميله جدا في شمال الساحل الشمالي، طبعا منطقه طبعا كلنا بنحب التواجد فيها باستمرار. لكن طبعا زي ما بقول لكم الدوري السنه دي هيبقى مختلف، دوري قوي زي ما بنتكلم، دوري انضم بقى او اتحاد الكوره، واللي انا كنت عايز اتكلم عليه من خلال حضراتكم فيه هو الاربع لاعبين. قبل ما اروح للجزئيه دي، ماتش تاني طبعا الداخليه وبتروجيت، احمد سمير فرج بيحرز الهدف الاول للداخليه، ولكن طبعا جهاد جنيدي بيتعادل لفريق بتروجيت في مرماه بهدف في مرماه تعادل 1-1، وتنتهي هذه المباراه بالنتيجه الايجابيه 1-1، ويبقى كده المقاولون هو اول الدوري حتى الان في جدول ترتيب الدوري. يعني كنت بتكلم على جزئيه الاربع اجانب او اربع اللاعبين المحترفين اللي صرح اتحاد الكوره من خلال طبعا الفتره اللي فاتت ان هم يبقوا موجودين ضمن القائمه الموجوده لكل الانديه المصريه. يمكن في الاول كان في كلام ان في اربعه، او كان في طلب رسمي من نادي الزمالك لاتحاد الكره بقيد اربع لاعبين محترفين في القائمه الخاصه بيه، وده كان طلب رسمي بجواب رسمي لاتحاد الكره. اتحاد الكره بعدها جه رفض، قال لك لا هم ثلاث لاعبين، ويمكن تتذكروا معايا هذا الموقف. لكن بعد فتره اتحاد الكره مره اخرى قرر ان من خلال الضوابط الموجوده اللي هو بيحطها وللمصلحه العامه للكره المصريه والمستوى الفني للدوري المصري ان يبقى في اربع لاعبين محترفين، ولكن هو قالها اربع لاعبين محترفين من غير بقى ما يوضح للانديه من خلال طبعا بيان او من خلال خطاب موجود رسمي للانديه ان هل اللاعبين الاربعه دول هيلعبوا كلهم في توقيت واحد او في التشكيل الاساسي، ولا ثلاثه بس منهم هم اللي هيبقوا موجودين في التشكيل الاساسي والرابع او الرابع اللاعبين المحترفين هيبقى موجود بره. طبعا اي نادي بيجيب لاعبين محترفين بيبقى حابب ان هو يستفاد منهم اكبر استفاده او استفاده كامله بشكل كبير، لان طبعا لما نيجي نتكلم انا واحد من الناس، اللاعبين المحترفين وجودهم في الدوري المصري هو بيرفع من المستوى الفني للدوري المصري. طبعا انت هدفك هو المنتخب، ما فيش مشكله خالص، ولكن برضو احنا بنشوف دوري انجليزي، الدوري الايطالي، الدوري الاسباني، عدد المحترفين بيخلي ليه طعم تاني. الكره صناعه الكره وصناعه الدوري الممتاز وحقوق الرعايه والتسويق لهذا الدوري، كل ما بيبقى حلاوه فيه والفنيات عاليه كل ما بيبقى صناعة الكرة بتزدهر بشكل كبير، الفلوس بتزدهر بشكل كبير للدولة، بتزدهر بشكل كبير لاتحاد الكورة، الأمور بتتحسن بشكل كبير، فبالتالي تقدر أنت تتعامل مع منتخب مصر بشكل أفضل. ولكن طبعا اتحاد الكورة بعد فترة أو امبارح يعني بالذات جه وقال يا جماعة لا هم ثلاث لاعبين فقط في التشكيل الأساسي أو في القائمة الخاصة بالمباراة، واللاعب الرابع المحترف هو بره هذه القائمة. طب ازاي انت يعني عايز اروح اجيب لعيبة بملايين وبعد كده اقعده بره ما استفادش بيه؟ هي دي النقطة، هي المشكلة مش يعني حكاية فيها ان انا لما كنت قبل كده كنادي من الاندية بتقول انا عايز اربعة قلت له لا وهلعب بثلاثة، ورجعت بعد كده تاني تقول لا خلاص اربعة، ده كده الموضوع فيه ان في 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 ان انا في اندية باكلها بميكالين او بخاف منها او بخاف من الصوت العالي. لا دي حاجه في حد ذاتها مش كويسه. النادي الاهلي امبارح باخر صفقاته في اللاعبين المحترفين فكماني ماشامبي، اعتقد ان هو يعني
مبلغ وقدره، يعني عايزين نقول ان لهذا اللاعب مبلغ وقدره، ان انت ما تستفادش منه مع اللاعبين المحترفين الاخرين سواء بقى علي معلول، وليد ازارو، اجاييه، يعني اعتقد ان الشيء طبعا احنا كابتن سيد حفيظ النهارده هو بيطلع وبيتكلم على هذا التخبط ليه حق الصراحه. الراجل بيتكلم، انت دلوقتي بتروح في اخر لحظات بتدفع مبلغ وقدره عشان تستفاد من هذا اللاعب الجديد او اللاعبين المحترفين، بلاش هذا اللاعب، يمكن اكيد انت ممكن عايز تستفاد باجاي، عايز تستفاد بعلي معلول، عايز تستفاد بوليد ازار، واللاعب لما يبقى موجود ده برضه هتستفاد منه، يعني اي واحد منهم يبقى موجود في الملعب انت بتدفع فلوس عشان تستفاد منه، لكن مش تحطه على الدكه او تحطه فوق في المدرجات. هو ده اللي انت اللي احنا بنتكلم عليه. فبالتالي كابتن سيد حفيظ من حقه طبعا استغرب من هذا القرار، واللي ممكن يكون جاي قبل بدايه او انطلاقه الدوري الممتاز بيوم. الكلام ده لما انت تيجي بتبتدي تقرر ان انت هتلعب باربعه او الاربع لاعبين محترفين، هم واحد ثلاثه منهم هيلعبوا واحد بره، لازم من بدري لازم تبقى عامل او قايل الجزئيه دي من بدري بقرار او بيان رسمي او بيان انت بتبعته للانديه. هو ده اللي انا بتكلم عليه. لكن في الاول في الاخر كان في حاله من التخبط في حته قيد الاربع لاعبين او ثلاثه، اللي انت في الاول رفضت الجزئيه دي وبعد كده وافقت بعد كده على الاربع لاعبين، وبعد كده جيت غيرت الكلام في حته ان الثلاثه بس هم اللي بيبقوا موجودين والرابع يبقى بره القائمه. ده اللي احنا يعني مش حابينه. واعتقد ان اتحاد الكوره لما نيجي في البيان اللي اصدره من خلال اليوم او من منذ قليل بخصوص هذا الموضوع، هو بيتكلم ان المصلحه بتتكلم ان هو شايف ان الضوابط والقواعد اللي هو بيحطها اتحاد الكره في مصلحه الانديه وفي مصلحه منتخب مصر بالتالي، فبالتالي نرجو من الانديه يعني التركيز الفني في الدوري الممتاز، وهو ده شكل البيان او مضمون البيان. ولكن طبعا الانديه في الاول وفي الاخر بتبقى هدفها الاستفاده من كل لاعب بتدفع فيه كل مليم دفعته، فبالتالي الوضع كان متاخر. ده اللي احنا نتمناه، وده جزء دايما من التخبط عندنا اداريا مش في اتحاد الكوره فقط، في جميع المجالات. يمكن ان احنا بنيجي في اخر لحظه ونروح فاكرين حاجه، يا نهار ابيض لا احنا هنزودها عشان احنا نسيناها نحطها، او نسينا ان احنا نقول للانديه في هذا المضمون او هذا الشكل ان لا في ثلاثه بس هم اللي يلعبوا والرابع يبقى بره. نتمنى دايما ان تبقى الحاجات تبقى كلير وواضحه من البدايه، عشان حتى الانديه وهي بتشتري، الانديه وهي بتتعامل او بتحط الاستراتيجيه بتاعتها على السنه كلها في عمليه البيع والشراء بالنسبه للاعبين، تبقى عارفه هي بتشتغل ازاي، هي عارفه الجزء التسويقي بالنسبه لهم او التعاقدات او لجنه التعاقدات بالنسبه لهم تبقى ماشيه بشكل في زي ما نقول علم، في خطوات ثابته، خطوات مميزه. عشان كده النادي الاهلي هو الوحيد او اللي اتكلم النهارده لما كابتن سيد حفيظ بقول لحضراتكم جه طلع واتكلم، فهو عشان عارف ان احنا بنحط اسس وبنحط زي ما بقول بلان على مدار السنه في حته البيع والشراء وعمليه الانتقالات والاعارات بالنسبه للاعبين بتاعتنا، فبالتالي لازم دايما نبقى عارفين ايه القواعد الموجوده منذ البدايه. فاكرين حضراتكم قبل كده برضو كان في مشكله في كاس مصر برضو بخصوص الرعايه وبخصوص بعض المشاكل التسويقيه، ولكن المواضيع اتحلت. نرجو انها دايما تبقى من بدري، هي دي اللي احنا بنتكلم عليه. ولكن طبعا البطوله ابتدت، وزي ما بقول لكم الدوري الممتاز ابتدى النهارده، يا رب ان شاء الله تبقى بدايه موفقه للانديه كلها، وان شاء الله يبقى البدايه موفقه للنادي الاهلي ان شاء الله امام طلاع الجيش، وده اللي احنا نتمناه. نتمنى النادي الاهلي تبقى بروفة قويه جدا لمباراه الترجي ان شاء الله يوم 16 هذا الشهر امام طبعا فريق قوي، فريق زي الترجي، فريق ايضا من الانديه الموجوده في القاره الافريقيه وشمال افريقيا من الانديه المميزه، ودايما ما بيننا وما بينهم دايما بتبقى في حته القوه في المنافسه في المباريات سواء بقى عربيه او افريقيه في البطولات. كل ده لازم النادي الاهلي من خلال طبعا تواجده وانطلاقه الدوري الممتاز الجديد امام طلائع الجيش تبقى مميزه. عايز اكلمكم عن الدوري الممتاز. زي ما شايفين طبعا كل الانديه، وكنا بنتكلم امبارح، كان امبارح كنا بنتكلم على جزئيه الانتقالات، جزئيه الانديه اللي يعني ابتدت خلاص بتتاهب بشكل كبير من خلال طبعا تواجد لاعبين مميزين، عمليه الانتقالات الداخليه بقى اللي هو لاعب من نادي النادي، والانتقالات الخارجيه الداخليه من لاعب من محترف من بره اللي يبقى موجود مع الانديه، دي اكيد بتزود بشكل كبير قوه الدوري وقوه الانديه المصريه، وده في الاخر
بيودينا ان يبقى في منتخب قوي، منتخب مميز، وده اللي احنا بنتمناه. واحنا ورا اتحاد الكوره كامل الاحترام للمهندس هنا بوريده وكل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره اللي يعني فيهم نجوم طبعا كبار زي كابتن حازم امام، كابتن مجدي عبد الغني، يبقى الصالح في الاول وفي الاخر هو لمنتخبنا الوطني، لان في الاول وفي الاخر وصولنا لكاس العالم ده حلم، وجودنا في كاس العالم ان شاء الله بعد كده بشكل مميز وباداء مميز ونتائج مميزه، ده برضو حلم عندنا ان شاء الله هنيجي له في وقت من الاوقات، او خطوه تانية ان شاء الله من خلال تواجدنا في روسيا 2018. كل ده بيجي من خلال تخطيط سليم، من خلال راي أو ضوابط وقواعد سليمة ومظبوطة من غير ما يبقى فيها أي تخبط. هو ده اللي احنا نتمناه، أن تبقى بلدنا في الرياضة منظمة، بلدنا في الرياضة بتشتغل عن طريق العلم، بتشتغل عن طريق الكوادر الكف، الكوادر اللي هي بتقدر تاخد قرارات سليمة وبتاخد قرارات في توقيت مناسب. كل ده احنا بنتمناه طبعا من خلال صناعة كرة القدم، واللي هي دلوقتي أعتقد زي ما احنا بنشوف على مستوى العالم، من خلال طبعا الشكل الدوريات الأوروبية، من خلال شكل حتى الدوريات الأمريكا اللاتينية والمنتخبات الأمريكا اللاتينية، شفنا التصفيات، شفنا التصفيات الأوروبية والتصفيات الأمريكا اللاتينية الوضع عامل إزاي. يعني الناس دي بتعتمد بشكل كبير على كرة القدم في الدخل القومي بتاعها. احنا نتمنى، احنا عندنا ما شاء الله دلوقتي ما حصلتش قبل كده في الدوري المصري، عندنا عدد من اللاعبين المحترفين اللي يعني موجودين في افضل الدوريات الاوروبيه، اعتقد دول بيجيبوا لنا فلوس مميزه جدا لمصر، او دخل، او زي ما بقول العائد الدولاري، او عمله صعبه للبلد. ده لازم نستفاد منهم ونزودهم من خلال طبعا تخطيط سليم للكره المصريه، تخطيط سليم لكيفيه خروج المحترفين ووجودهم في الفترات القادمه في الدوريات الاوروبيه. ده اللي احنا نتمناه، ان يبقى عدد وفير. لكن طبعا زي ما بقول لكم ضربه بدايه امام طلائع الجيش، نتمناها تبقى مميزه جدا جدا يا رب ان شاء الله. طبعا زي ما بقول لكم استعدادات منذ طبعا رجوع اللاعبين الدوليين للفريق الاهلي، يمكن اول تمرينه كانت لعبد الله السعيد ورامي ربيعه واحمد فتحي كانت امبارح يوم الخميس. طبعا صالح جمعه عنده شك ان هو يبقى ما يبقاش موجود في المباراه القادمه، ولكن ده وضع طبيعي، يعني كل اللاعبين مجهود كبير، تلاحم المواسم ده برده بيأثر بشكل كبير على الفريق. ولكن زي ما بقول لكم في قوام موجود، كابتن حسام البدري بيبقى حاطه، الاضافات القويه اللي حطها النادي الاهلي هذا الموسم شكلها مميز، سواء بقى يعني فكماني، سواء اللي هو ماشيمبي عشان نبقى نقول الاسم بقى مظبوط من خلال طبعا قناه الاهلي، ده هو اللفظ اللي قاله امبارح، انا اسمي ماشيمبي، فبالتالي هو فكماني ماشيمبي لاعب الجنوب افريقي المنضم حديثا للنادي الاهلي، وليد ازارو وعبد الله الشامي اللاعب السوري المميز والمنضم حديثا ايضا للنادي الاهلي، وليد ازارو طبعا احنا قلنا عليه، طبعا المحترفين علي معلول، اجاييه، احمد اسلام محارب، ايمن اشرف، احمد الشيخ العائد للنادي مره اخرى، يعني مجموعه اللاعبين، هشام محمد طبعا اللاعب المميز اللي يعني كان ادى دور رائع او موسم رائع مع فريق مصر المقاصه، وهو ابن من ابناء النادي الاهلي، طبعا شريف اكرامي زي ما احنا شايفين على الشاشه، واحمد عادل يعني، وطبعا كلهم، محمد الشناوي طبعا من الحراس المميزين في الدوري الممتاز، زي ما احنا بنشوف دايما النادي الاهلي الموسم السابق كسر زي ما بيقول ارقام قياسيه كبيره، سواء بقى في حراسه المرمى، سواء بقى في عدد المباريات اللي ما يعني لعبها وما خسرش فيها، سواء عدد الاهداف، سواء حاجات كتير جدا، دائما النادي الاهلي بيبقى في المقدمه وبيكسر ارقام قياسيه بشكل كبير. عشان كده واحنا بنتكلم على تطور الكوره لازم يعني، واحنا كنا بنتكلم على عدد او اللاعبين المحترفين في مصر وعدد وجودهم اربعه، اتحاد الكوره زي ما بقول طلع بيان رسمي منذ قليل، عشان كده معانا نجم مصر من نجوم النادي الاهلي وعضو مجلس اداره اتحاد الكوره كابتن مجدي عبد الغني. كابتن مجدي مساء الخير على حضرتك يا كابتن. اهلا بيك يا محمد، ازيك؟ تحياتي يا كابتن. يعني انا دايما بقول وجود حضرتك ووجود كابتن حازم امام نجوم كبار اتحاد الكوره اكيد بيبقى ليه طابع ويبقى ليك نظره معينه في تطور الكوره المصريه بشكل كبير يا كابتن مجدي. اكيد طبعا اكيد، لكن للاسف الشديد لسه احنا مش عارفين نحط فكرين كروي زي ما احنا عايزين بشكل كبير، لان في شويه عوائق بتمنعنا في الاتحاد المصري كره القدم في الحقيقه، وده انا بقوله لك على الهواء مباشره. ده يعني صراحه من حضرتك بشكل كبير كابتن مجدي يعني. طبعا لان في للاسف الشديد انت بتتعامل مع عقليات مش هي اللي بتقدر انها
تساعدك في انك انت تحقق المردود اللي يقدر يفيد الانديه المصريه. يعني مثلا على سبيل المثال بيان الخبر من الاتحاد المصري لكره القدم، انا ما اعرفش عنه حاجه، انا قريته زي زيك. والله معقوله يا كابتن؟ معقوله؟ والله ما اعرف عنه حاجه. اول ما انا لسه قريه دلوقتي من شويه وعايز افهم، يعني بطلع بيان ليه ااكد فيه على خطاب انا بعته يعني. يعني انا الا اذا كان الخطاب اللي انا بعته يا اما مش مفهوم يا اما غلط. بالظبط. فانا بطلع ليه بيان ااكد يعني البيان اللي انا بطلعه. والله انا مستني الباشمهندس هاني لما يجي، انا سامع ان هو مسافر. لما يرجع بالسلامه ان شاء الله يبقى لنا لقاء ويبقى لنا اجتماع، لان ما يحدث في الاتحاد المصري كره القدم لا يعجبني ولا يعجب اي حد بيفهم في كره القدم يعني. طيب خلينا كابتن اكلم حضرتك، يعني حضرتك بتتكلم ان في جواب اتبعت قبل كده بالنسبه للانديه بخصوص الاجانب الاربعه، يعني ده صحيح ولا انا غلطان يا كابتن بخصوص طبعا تواجدهم كثلاثه؟ هو ما اتبعتش. هو اصلا كان الموافقه على اربع انديه وانا هشترك ثلاث لاعبين فقط في المباراه. وان الانديه بعد كده يعني مش الانديه بعد كده، الانديه فهمت خلاص ان هم لما هيبقى في اربع لعيبه ما هو الرابع دوت لازم هيشترك، امال مش هيلعب يعني. وانا جايبه بمبالغ كبيره، انا بشتري لعيبه عشان احطه على الدكه ولا بشتري لعيبه عشان اعمل بيه ايه؟ مش فاهم انا. مظبوط. ولا بشتري لعيبه عشان احطه احتياطي؟ طب اشتريه ليه اصلا؟ طالما اشتريته يبقى انا عايز العبه على الاقل، يبقى بديل عندي محطوط على الدكه ينزل مكان واحد اجنبي، يا اما العبه من اول المباراه. مظبوط يا كابتن. انت واخد بالك؟ فاحنا بما اننا ما سمحناش بان اربعه يلعبوا الموسم دوت، وقلنا ان ثلاثه بس اللي يلعبوا، في حين ان الناس قعدت قالت لك السعوديه سته، بقت فيها سته اجانب دلوقتي. مظبوط يا كابتن. انت واخد بالك؟ احنا ما بنتكلمش على سته. وبعدين الناس اللي بتقول لك ايه، طب واللعيب المصري يروح فين؟ طب ما احنا مانعين الحارس المرمى. وكل الناس محترمه الراي وشغاله طبعا على الجزئيه. لا 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 لا، غير كده، غير احترام الراي. طب احنا عندنا الحضري عنده 47 سنه ولا 46 سنه وبيلعب هو لحد دلوقتي، ما طلعناش حارس جديد يعني. يعني موضوع انك انت ما تجيبش حارس اجنبي، ما افرضش حراس جديده ايه؟ ما طلعش لعيبه توقف منتخب مصر يعني. يعني مش فاهم انا. يعني برضو يعني انجلترا معاها كده، انجلترا ما تروحش كاس العالم خالص بقى ولا تلعب تصفيات اوروبا. صحيح. بيلعبوا 10 وبيلعبوا في ايطاليا وفي الحته دي وفي اسبانيا. بيلعبوا 7 و8 و9. الكلام ده كلام راي يعني، كلام لا يفيد، وكلام مش هينفع كره القدم. وكلام بص. طب معلش يا كابتن مجدي، يعني حضرتك انا بس هقول لك حاجه يا محمد. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. عمرك ما هتخلي الضعيف قوي. استحاله مهما عملت. الضعيف هيفضل طول عمره ضعيف، والامكانيات ضعيفه، عمره ما يقدر يوصل في كره القدم. كره القدم هي عباره عن امكانيات. صحيح. من يملك الامكانيات يملك البطولات، ويملك الجمهور، ويملك اللعيبه، ويملك كل حاجه. كابتن يعني النهارده بورتو لما ملكت الامكانيات بقت تنافس بنفيكا، اللي هي اصلا احنا الناس ما كناش نعرف حاجه غير بنفيكا، العالم كله ما كانش يعرف غير بنفيكا وإيجيبيا. بورتو لما ملكت الامكانيات اصبحت المنافسه لبنفيكا في البطولات وحصلت في البطولات. يعني للاسف كلامك مظبوط يا كابتن. انا بس في نقطه يا كابتن هي بس اللي مضايقاني، ويمكن انا طلعت وانا بتكلم في الانترو، انا ليه في اللحظه الاخيره ببعت للانديه بقول لهم لا ده انتوا هتلعبوا بثلاثه وواحد بس، ليه مش من بدري؟ ليه ما يبقاش الجزئيه دي دايما في اللحظات الاخيره؟ هي دي النقطه يا كابتن مجدي اللي ممكن يعني برضه تتحسب عليكم يا كابتن مجدي كنجوم كبار زي حضرتك طبعاً. كابتن حازم امام مهندس هاني ابو ريده بقاله فتره طبعا. احنا يعني احنا احنا انا معاك، احنا للاسف الباشمهندس هاني ابو ريده مسافر، فاحنا مش لاقيينه. انا ما اعرفش الجواب اللي اتبعت، ما فيش لا قرار مجلس اداره بيه ولا في حاجه. فما اعرفش الجواب اللي اتبعت والبيان اللي طلع ده دلوقتي، ما اعرفش هل هو عن طريق التليفون مع المهندس هاني ولا ايه؟ مش فاهم. انا يعني احنا قاعدين مالناش لازمه في الاتحاد ولا ايه؟ انا مش فاهم. يعني البيان اللي يطلع ازاي يطلع بيان انا ما اعرفش عنه حاجه وانا عضو مجلس اداره اتحاد الكوره؟ ازاي انا ما اعرفش البيان ولا اتناقش فيه ولا اعرف ان البيان ده نازل ولا مش نازل؟ لا كلام بصراحه مش منطقي. كلام مش صح، وكلام ما يفيدش كرة القدم اكيد طبعا المصرية. ولا 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 احنا الوحيدين اللي لعبنا كورة، احنا مش عارفين نحط فكرنا يا راجل. احنا مش عارفين نحط فكرنا، في معوقات كتيرة جدا. كابتن
ايه المعوقات يا كابتن اللي ممكن بيواجهها كابتن مجدي عبد الغني وكابتن حازم؟ ناس معوقات بقى، ما نقعد نتكلم، ما ينفعش نتكلم فيها في الاعلام للاسف. يعني هيجي وقتها اذا كانوا عايزين نتكلم في الاعلام بعد كده نطلع نتكلم. انما لو قعدنا على الترابيزه وما عرفناش نحل ده للاسف هنطلع نتكلم، عشان احنا لينا جمهورنا ولينا ناسنا. طب كابتن مجدي حضرتك يعني جزئيه الاربع طب الحل بقى في جزئيه الاربع لاعبين، وزي ما انت بتقول انت متفق معايا ان انا ما اروحش اشتري اربع لاعبين بمبالغ كبيره، تجتمع تاني والانديه تجتمع تاني وتطلب اللي هي عايزاها تاخده. تمام، يعني الانديه تجتمع تاني وتطلب لها زي ما اتعملت، زي ما دخل مستشار مرتضى منصور وما كانش فيه رغبه في ان يبقى فيه اربع لعيبه وطرح الموضوع واتعملت اربع لعيبه عشان خاطر مستشار مرتضى منصور، يبقى الانديه تقعد تاني. بس هو ده اللي انا بقوله. يعني كلام لحضرتك برضو، لان البيان اللي طلع كابتن مجدي بيقول ان الانديه كانت اتفقت مع النادي او اتحاد الكوره على ما كانتش الامور واضحه. الامور كانت اتفقوا على اربع لعيبه، ما الانديه كلها وافقت على اربع لعيبه واتحاد الكوره وافق على اربع لعيبه، اللي يلعب قد ايه؟ هيلعب ثلاثه. طب الرابع ده يروح فين؟ يبقى بره ولا يبقى جوه؟ هيبقى احتياطي ولا يشتروه الانديه تشترته؟ تطلعه بره تقعده في المدرج؟ يعني الانديه اشترته، انت خدت القرار، يا اخي خد القرار السنه دي باربع لعيبه وقول لهم السنه الجايه مفيش اربع لعيبه. قول لهم السنه دي اربع لعيبه ويلعبوا الاربعه ويبقى واحد منهم احتياطي، والسنه الجايه ما تعملش اربع لعيبه لو انت شايف ان اربع لعيبه بتضعف كره القدم المصريه. وبعدين انت بتلعب بمين؟ انت بتلعب بالمحترفين، وانت عندك حد من المحليين بيلعب؟ صحيح. طب وانت عندك حد من المحليين بيلعب؟ بالظبط. وانا عايز مفيش غير احمد فتحي. يبقى انت رايك يا كابتن ان زياده عدد المحترفين بيزود او بيرفع من الحاله الفنيه للدوري المصري؟ اكيد، وده اعتقد ده من كلام حضرتك يا سيد الفاضل. كونه بيرفع من الدوري المصري لما تجيب لعيبه اجانب كويسه. بالظبط. لعيبه على مستوى عالي، هتجيب لعيبه كويسه وتكتشفها وتكسبها، تكسب وتبيعها وتكسب فيها، ده شيء محترم جدا زي ما النادي الاهلي عمل. مع ايفونا، ومع جاب ايفونا قعد معاه موسم وباعه باكثر مما اشتراه. هي دي صناعه كره القدم. صحيح. انا جايب اجاي، المع اجاي وبعدين ابيعه قبل ما عقده يخلص، لان انا لو عقده خلص ما هو الراجل هيروح اي حته ببلاش، يبقى انا خسرت الفلوس اللي انا دفعتها. صحيح صحيح. انت واخد بالك؟ ما بتشوفش حد في العالم ولا برشلونه ولا ريال مدريد بيعمل الكلام اللي احنا بنعمله دوت، بنسيب اللعيب لحد ما يخلص عقده ونمشيه. احنا بنمشي اللعيب قبل ما عقده يخلص ونروح ندفع له الفلوس من غير ما يلعب حتى. يعني ما تعبناش اللعيب يروح يشتكينا في الاتحاد الدولي وياخد فلوسه. صحيح. طب هو ده اسمه كلام؟ لا طبعا كابتن، يعني ده اللي احنا بنتكلم عليه. ممكن وجود حضرتك وجود كابتن حازم ومهندس هاني ابو ريده واكيد مجلس يعني اتحاد الكوره هدفه هو كرة القدم المصرية بمنتخباتها بأنديتها، ولكن طبعا الجزئية اللي احنا فيها دلوقتي اعتقد انها يعني جزئية بشوف انها فيها تخبط. كابتن مجدي اعذرني في ان انا بقوله حضرتك في ظل وجودك. لا ده حقيقة. طبعا ده حقيقة. ده حقيقة اللي انت بتقوله، ده حقيقة. ده اللي انت بتقوله ده حقيقة. بدليل التخبط اصدار بيانات مجلس الإدارة ما يعرفش عنها حاجة ولا أعضاء مجلس الإدارة يعرفوا عنها حاجة. ارسال خطابات في توقيت مش المفروض ان احنا نرسل فيه خطاب، واخد بالك؟ لازم تدي يعني. طب معلش يا كابتن مجدي، يعني كابتن مجدي عبد الغني نجم مصر وعضو مجلس اداره اتحاد الكوره مش لاول مره، ايضا كابتن حازم امام، مين اللي ممكن يدي يعني يصدر خطاب زي كده بدون علمكم؟ ما هي دي النقطه برضه. لا ما ده موضوع بقى هنشوفه بقى، ما في مدير تنفيذي، عايزين نشوف المدير التنفيذي البيان ده طلع من عنده ولا طلع من عند مين ولا طلع منين؟ ولا مين اللي ادى بيه تصريح البيان ده؟ والبيان ده لما قبل ما يطلع ليه ما كلموش اعضاء مجلس الاداره يقولوا له ان في بيان هيطلع؟ لا الموضوع زاد عن حده بصراحه، يعني لو حد كان بيحصل قبل كده وانا ما بعلقش، لا الموضوع زاد عن حد حقيقة. يعني كابتن نتمنى ان شاء الله ما يبقاش في اي تخبط، لان احنا طبعا داخلين على ماتشات مهمه جدا لمنتخب مصر. كابتن يعني طمنا بقى على المرحله الجايه لمنتخبنا الوطني كابتن مجدي في ظل وجود حضرتك معانا. يا مسهل ان شاء الله. طبعا يعني النتيجه كانت مهمه جدا جدا، عندنا مباراه هي عنق الزجاجه، مباراه الكونغو، بصرف النظر عن النتائج اللي هتحصل، انما مباراه الكونغو دي لا تقبل القسم على اثنين. صحيح. لازم نكسب، يعني نكسب فان شاء الله باذن الله نحقق 3 نقاط
وربنا يسهل ويبقى مكسب مريح، ما يبقاش مكسب يا رب يا كابتن برضه على الحروق رك زي اوغندا كده. لا مش عايزين بقى المرحله دي نقعد فيها وقلبنا يقع، دي مشكله. لحد ما ربنا يسهلنا ان الثلاث نقاط يعني يبقى انت حطيت رجل في روسيا وباقي يبقى باقي خلاص يعني كلام بسيط جدا، بس فربنا يسهل يا رب ان شاء الله. دايما كابتن مجدي عبد الغني حديث، حتى لو هو مش يعني مش موجود، وكلمه كاس العالم وكلام دايما حديث يا كابتن مجدي. مش عايز اقول لك بعد الماتش بيتكلموا على جول محمد صلاح، هي مصر كلها. ما هو ده ربك يا محمد، صح يا كابتن، هو ربنا. وانا ما جبت جول، هو في حد من 90 لحد مثلا 2000 ولا 2000 وشويه كان بيتكلم على الجون؟ ولا حد كان جاب سيرته. بس هو ربك الاخلاص يا ابني. انت طبعا طبعا يا كابتن، انت كنت لاعب من لما تخلص لازم ربنا يكرمك. صحيح يا كابتن والله، لما تخلص لازم ربنا يكرمك. انت اخلصت، انا نزلت شلت كفني على ايدي وحطيت الكره جون، ما اعرفش ان انا لو كنت ضيعتها كان زماني متعلق في ميدان التحديات دلوقتي. الكره الجول بتاعت محمد صلاح قدامي يا كابتن، جايبين لك كوميك على الفيسبوك بتتكلم بتقول والله اوف سايد عشان ما عملناش كاس العالم، تخيل. بتاعت لا بالعكس. لا هو الناس متخيل ان انا مش عايز مصر تروح كاس العالم. مش عارف انا مروح مصر كاس العالم هيفتح باب رزق تاني خالص. طبعا هم بيهرجوا يا كابتن، يعني يا كابتن مجدي وجودك دايما وخفه دمك. وبعدين خد بالك هم هيروحوا كاس، هم ما راحوش كاس العالم غير اما انا ارضيت بفضل الله عنهم. صح يا كابتن. ربنا يبارك. سنين طويله هم مش عارفين يروحوا، السنه دي انا عضو مجلس اداره الاتحاد الحمد لله. صح يا كابتن، بالتوفيق يا كابتن مجدي. يعني حضرتك من يعني اللاعبين والنجوم الكبار، وزي ما انت بتتكلم كده عايز تحط فكرك وفكر طبعا كابتن حازم امام، ويعني عايزين نتطور بشكل كبير في الكره المصريه. حضرتك كنت لعيب محترف، فبالتالي عايز جزئيه الاحتراف واللي حضرتك شفته تطبقه بشكل كبير في بلدنا، اللي ان شاء الله في وقت من الاوقات هنكون عندنا دوري محترفين، عندنا شكل مختلف للدوريات الدوري المصري. ده اللي احنا نتمناه كابتن مجدي. يعني بشكرك كابتن مجدي شكرا جزيلا، طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي وواحد من اللاعبين القلائل، ما فيش بقى يعني هو واحد بس، هو كابتن مجدي عبد الغني اللي احرز في كاس العالم هدف طبعا امامنا على الشاشه كابتن مجدي عبد الغني، واللي بصراحه يعني بمنتهى الصراحه اتكلم دلوقتي وقال ان في تخبط في اتحاد الكوره بخصوص قرار الاربع لاعبين اجانب بوجود ثلاثه بس في الملعب، واللاعب الرابع ما بيبقاش موجود. ده في حد ذاته تخبط. كابتن مجدي يعني بشكره على يعني وجوده معانا وبيتكلم بمنتهى الصراحه، واتكلم قال كمان ان مفيش قرار مجلس اداره بخصوص هذا الموضوع، بالتالي في انتظار المهندس هاني بريده وفي انتظار الانديه انها تجتمع وتطالب بحقها بخصوص الاربع لاعبين الاجانب او المحترفين ان هم يلعبوا بشكل طبيعي ويلعبوا اكنهم لاعبين. خلاص انا اشتريت لاعب يلعب بقى، خلاص مش محتاج ان انا اشيل واحد بره واخلي الثلاثه، ولا اشيل ثلاثه واخلي واحد. الكلام ده اعتقد، وعشان كده كابتن سيد حفيظ النهارده كان طالع وبيتكلم بمنتهى الاستغراب والاستعجاب. خليني بعد الفاصل بقى، يعني طبعا زي ما احنا شفنا هذه المشكله وكابتن مجدي عبد الغني كان معانا واتكلمنا عليها، بعد الفاصل هتكلم بقى على الدوري الممتاز وانطلاقته والنادي الاهلي وانطلاقه المباراه الاولى ليه امام طلائع الجيش مع نجوم مصر كابتن اسامه عرابي وايضا كابتن محمد عبد الجليل نجم مصر ونجم النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية. أكيد كلامنا كان قبل الفاصل على الأربع لاعبين والأجانب والدوري المصري بشكل عام، وهل اللاعبين الأجانب وزيادة عددهم في الدوري الممتاز هيأثر بشكل كبير في المستوى الفني بالنسبة للدوري الممتاز، وأكيد بيأثر بشكل آخر على منتخبنا الوطني. وكان معانا مداخلة مع كابتن مجدي عبد الغني وضح بشكل كبير إن في بيان صدر من اتحاد الكرة هو ما يعرفش عنه حاجة، وفي انتظار المهندس هاني أبو ريدة عشان يشوفوا هذه أو هذا البيان وإيه الشكل وليه طلع وليه حصل تغيير في الكلام، رغم ان الانديه قعدت مع اتحاد الكوره واتفقوا على اربع لاعبين. الاربع لاعبين ما كانش في واضح هل ثلاثه منهم هم اللي لعبوا ولا الاربعه بشكل كامل. كل ده كلام كابتن مجدي عبد الغني قاله، وقال ان في بجد يعني هو الراجل بمنتهى الصراحه اتكلم في حته التخبط في الجزئيه دي. عشان كده يعني هنتكلم على ايضا هذا الموضوع، وفي نفس الوقت ايضا هنتكلم على الدوري المصري وانطلاقه الدوري المصري وانطلاقه ايضا المباراه الاولى امام طلائع الجيش بالنسبه للنادي الاهلي من خلال طبعا نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن اسامه عرابي نجم مصر ونجم النادي الاهلي. كابتن اسامه برحب بحضرتك وعوده حميده كابتن.
اهلا وسهلا بك يا فاروق، وسعيد بوجودي معاك وسعيد بوجودي في قناه الاهلي. منور يا كابتن، انا سعيد ان انت رجعت لنا تاني بالسلامه والله. ان شاء الله، ولما تقدم بقى الضيف التاني يبقى ارحب فيه عشان من ولادي الصغيرين. طبعا كابتن محمد عبد الجليل نجم مصر ونجم النادي الاهلي. كابتن محمد منور يا كابتن. منور كابتن فاروق، وكل سنه وانتم طيبين على العيد وعلى بدايه الدوري ان شاء الله. ان شاء الله. برحب بكابتني وكابتن مصر، وبجد مفيش مدرب جه في مصر ما لعبش كابتن اسامه عرب. طبعا مرحبا بك يا كابتن اسامه. الله يخليك. انا سعيد بوجودي والله مع محمد. من اللعيبه فعلا المميزين جدا اللي جم في تاريخ الكره المصريه، ولسه شايف له ماتش في قناه الاهلي بتاع الاهلي 3-0. لا الاهلي زمالك 3-0. كان ماتش لعب طاير ده اللي حطيتها رمضان السيد، لعب رمضان محمد رمضان لعبها لك وحطيتها. لا يعني كابتن طبعا كابتن محمد جليل رئيس قطاع الناشئين بنادي مصر مقاصة، يمكن بشكره طبعا، هو لسه جاي من الفيوم على طول، حتى السمار بتاعه مش سمار بحر ولا حاجه، ده سمار وقوف الشمس، ربنا يكون في عونك كابتن. والله كابتن فاروق كل اللي بيشوفني انت جاي من شرم ولا من الساحل، بقول لهم جاي من فعلا كنت بصيف، جاي من اسيوط، جاي من سوهاج، جاي من منصوره 3 ايام، يقول لهم فين هناك مصيف؟ اقول لهم المصيف بتاعنا يعني اختبارات يعني. اختبارات. ربنا معاك كابتن عبد الجليل. طبعا انا معايا اثنين خفاف الدم جدا، بس طبعا بيبقوا في التحليل خلاص بقى مركزين بشكل كبير. كابتن اسامه خليني اكلمك، كان ما اعرفش حضرتك سمعت مداخله كابتن مجدي معانا. يمكن بالرغم ان احنا داخلين على 2018 والكره في العالم بتتطور بشكل كبير، واساس الرياضه واساس كره القدم هو النظام والتنظيم، وفي نفس الوقت الاداره بشكل مهم ما يبقاش فيها تخبط عشان تطور من مجال كره القدم، ولكن احنا بنشوف في وقت من الاوقات يعني عضو مجلس الاداره بيتكلم بمنتهى الامانه ان لا انا ما اعرفش حاجه عن بيان بيطلع من اتحاد الكوره بخصوص مثلا موقف معين زي الاربع اجانب، واحنا في حد ذاته الانديه النهارده كانت صالح حفيظ برضه اضافه لكلامه كان طالع مستغرب من هذا القرار، وان من اتحاد الكوره بيجبر الانديه ان 3 بس يلعبوا والرابع يبقى بره. طب انا شاري الرابع ده ليه اصلا، ولا شاري اللعيبه دي بالاسعار الكبيره دي؟ هو الموضوع كله حصل فيه تخبيط من الاول منذ البدايه. بس منذ البدايه اولا انا طبعا فوجئت بكلام الكابتن مجدي عبد الغني، وهو راجل له باع كبير في الكره المصريه وراجل يعني عضو اتحاد اكتر من دوره، انه ما عرفش حاجه عن البيان. فدي يعني حاجه غريبه جدا، موضوع حيوي ومصيري زي ده لابد ان كل اتحاد الكوره بكامل هيئته يكون موجود وكلهم قارين البيان وكلهم عارفين البيان ده هيطلع ازاي، وانك انت بتدير الكوره المصريه اللي هي مفروض اعرق كره في افريقيا كاس العالم، ورايحين مفروض ان شاء الله ربنا يوفقنا ونروح كاس عالم، ويعني احنا في القرن ال21. فانا يعني اتفاجئت بصراحه بكلامه معاك على الهواء وانا قاعد بره الاستوديو. يعني انا بقول تخبط من اول ليه؟ لان انا عن نفسي انا بتكلم على البدايه، انا مش مع انه يبقى 4 افارقه. انت ككابتن اسامه عرابي بالنسبه كمدرب من مدربين الدوري الممتاز وبالذات انك انت ضفت 2 سوريين او 2 سوريين او فلسطينيين وعملوا كعمله المصريين، الموضوع ده انا اتفهمه للظروف اللي بتمر بيها سوريا. وطبعا دول اشقائنا وعلى عيننا وراسنا، ويعني نشيلهم في مصر زي الفلسطينيين برضه بيتعاملوا، وطبعا والفلسطينيين طبعا يعني نشيلهم فوق راسنا، ولازم يعني احنا وطن واحد ولازم نتحمل في وقت معين اشياء معينه زي ما بيحصل قبل كده، واحنا تساعدنا في حرب 73 وغيره وغيره على مدار التاريخ يعني. فان موضوع السوريين يبقوا موجودين كمصريين او الفلسطينيين ده شيء جيد في المرحلة ديت للظروف اللي بتمر بيها، لكن أنا ما فهمتش ليه اتوافق على 4 لعيبة أفارقة. أولا اتوافق عليها في فترة ضيقة جدا، والموضوع كده جه سريع في الديرة كده، والناس قريته في يوم إنه اتحاد الكرة قبل الدوري ما يبتدي ما فيش لا أنا أذكر حضرتك يعني كابتن كان في أصلا نادي الزمالك كان البيان الرسمي أو جواب رسمي لاتحاد الكرة بيطلب فيه 4، اتحاد الكوره رفض قال له لا 3، بعد كده رجع اتحاد الكوره قال 4،
بعد كده دلوقتي قال لك لا ثلاثه اللي لعبوا واحد من اربعه. ما انا اذكر حضرتك السيناريو كان ماشي ازاي. ما انا بقول لك يعني انا اتصور انه مش كل انديه او مش اغلبيه الانديه المصريه وافقت على الموضوع ده. والموضوع كده حصل في وقت كده غامض وسريع. ليه انا بقول مش اربعه؟ وجهه نظري الشخصيه انا شايف انه مش كل، انا سمعت الكلام الكابتن مجدي عبد الغني وصحيح انه في اوروبا في دلوقتي الدوري الانجليزي مثلا ممكن يبقى الدوري السعودي و6 و10 في واكتر في الدوري الانجليزي يمكن كله او لا، بس كل دوله ليها ظروف معينه. تمام. اولا النواحي الماديه بتفرق، تطوير الكره نفسه بتفرق، وحتى لو اتكلمنا على الدوري الانجليزي معنا نشوف في النهايه منتخب انجلترا مالوش باع كبير وتقل كبير في اوروبا دلوقتي، يعني ما بتسمعش عن المنتخب الانجليزي انه اكتر حاجه حققها 66 اللي هي بطوله اوروبا، ولكن ما عملش حاجه تاني يعني بعيد عن المنتخب الاسباني والمنتخب الايطالي والمنتخب الالماني ومنتخب. فانا شايف انه العدد يبقى اربعه وكمان اضافه اتنين اللي هم سورينو بتاع سته كتير جدا على الفرق المصريه. اولا ما فيش شك هتاثر نسبيا على بعض اللاعبين، صحيح كويس هيلعب يعني ولكن هتاثر. ثانيا انت ممكن هتفيد بيها نادي او ناديين او ثلاثه بالكتير قوي، لكن مش كل الانديه طبعا هتقدر تجيب بالعمله الصعبه. طبعا كم نادي بس مش هتقدر تجيب بالعمله الصعبه كل هذا الكم من اللاعبين. اولا انت قوه المسابقه لسه مش في احسن حالاتها. ليه؟ انت دلوقتي الانديه الصاعده اساسا انت عشان تقوي المسابقه لابد، انا وجهه نظري انك لازم تعمل حد ادنى للميزانيه زي دول كتير في اوروبا بقى، اذا كنا احنا بنتكلم على المقارنه يعني. الفرق الصغيره اللي بتطلع من الدرجه الثانيه فيهم انديه كتيره جدا ما بيعرفش اصلا يكمل ال 25 لاعب. فانت عشان تقول ست كمان لعيبه اربعه افارقه واثنين سوريين انت بتضعفه اكتر، مع انه حاجه من اثنين، ما يا اما انا احط حد ادنى للميزانيات للانديه ديت انها تبقى عندها قدره ان تعرف تصرف على مدربينها على لاعيبتها على معسكراتها، ما يبقاش في مشاكل في قبض مدربين ولا لعيبه. ما هو انت عايز كاتحاد كوره انك انت تقوي المسابقه. فكمان انت دي مش موجوده، يعني انت عندك في انديه بتطلع ما بتلحقش تكمل شهر ولا شهرين مش عارفه تصرف طول السنه على بقيه اللاعبين والمدربين وكده، ويحصل مشاكل ومستويات تبقى بعيده قوي وتلاقي فرقتين تحت قوي 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 والناس بعيده عنها من سادس سابع ماتش خلاص، يعني هم هبطوا من رابع خامس اسبوع. فكمان بتضيف له عبء انه يعني انت ما عملتش الاساس في حاجات معينه عشان انت تضيف كمان لعيب افريقي رابع في وقت معين. طيب دي نقطه اللي انا مش موافق عليها من الاول، لكن انت خلاص وافقت كاتحاد كوره او ناس بتنظم الكوره في مصر وافقت ان يبقى فيه اربعه تمام وغير الاثنين اللي هم السوريين او الفلسطينيين. طالما انت وافقت على كده يبقى لازم يكونوا موجودين في اللعب. ما انا ما اجيش انا نادي زمالك نادي اهلي نادي مقصه نادي مش عارف مين هجيب اربع لعيبه افارقه وادفع فلوس بالملايين الدولارات وادفع لسورينو بتاعه، بعدين تيجي تقول لي ايه ما يبقاش موجود الا غير ثلاثه بس في التشكيل وواحد كمان خارج الـ 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 خارج القايمه خالص. طب وانا المصاريف دي اللي بالزبط. انت وافقت لي بالظبط رغم ان انا شايف انه ده خطا من البدايه، لكن طالما انت وافقت خارج القايمه ويتقيد شهر واحد لو لا يعني لا يا كابتن ما يبقاش موجود خارج 18 يعني 18 يعني قايمه المباراه يعني ما يقدروش يلعبوا الاربعه في الملعب وكمان مش بس ما يلعبوش في الاربعه في الملعب ما يبقاش كمان احتياطي يعني الطبيعي على الاقل كخطوه ان يبقى ثلاثة في الملعب وواحد مثلا يبقى احتياطي ينزل مكان افريقي يعني محترف زي غير زي بره في بلاد عربيه عملت كده ايوه لكن ده شايله من بره ال 18. طب انا وافقت على انه يجي ليه اذا كان هيدفع فيه بالدولارات كمان مش هيدفع عليه بفلوس مصري ده هيدفع عليه بملايين الدولارات وهبقى انا حاطه بره الموضوع طب انا جايبه ليه فهو الموضوع فيه لخبطه لا هو كمان كابتن ممكن يثير ممكن غضب بعض الانديه
التوقيت ان انا بقول لك ما هو انا طبعا ان امبارح انت بتقول لي والنهارده انا اول مباراه في الدوري الممتاز كابتن عبد الجليل اه صح تيجي تقول برضه وجهه نظرك كابتن في الجزئيه دي برضه وانت نجم كبير ربنا يخليك كابتن لا اولا بامانه كابتن اسامه دلوقتي يعني خطط لاتحاد الكوره بامانه يعني قال كل حاجه المفروض تحصل طب انت وجهه نظرك يا كابتن قبل ما وجهه نظرك موضوع وجهه نظري بقى لا انا بتكلم على حاجه ان هو بيخطط فعلا اتحاد الكوره بص من اول الانديه يبقى معاها فلوس عشان تقدر تكمل في الدوري ده لازم اللعيب الرابع انا وجهه نظري في حته الاربعه افارقه واللعيب السوري طب فين من الاول؟ احنا اتكلمنا الكلام ده بقى لنا شهر حلو وقالوا لا وبتاع وكنا كلنا مقتنعين ان هيرجعوا يعملوها بس قلنا هيلعب الاربعه طبعا انا كاتب يعني ان اول حاجه ان ده تذبذب في القرارات وده احنا طول عمرنا كده التذبذب ده هو اللي مخلينا مش عارفين ناخد قرار بسبب انديه معينه عايزه اربع لعيبه وفي انديه مش هتجيب غير اثنين لعيبه زي كابتن امكانياتها كده امكانياتها فانا شايف طبعا يا تجيب اربع لعيبه وتلعبهم يا تجيب ثلاثه بس وخلاص تلعبهم انما انت اخترت نادي ولا نادي ضغط عليك شويه معلش يعني انا بنتكلم بصراحه شويه في انديه تقدر تدفع وتجيب ست لعيبه صح؟ تمام وفي انديه ما تعرفش تجيب لعيب واحد يا كابتن اسامه فانا شايف ان هي البدايه التذبذب في القرارات لو اتحاد الكوره صريح في كل حاجه من اول كلمه انما البالونه بتاعت كل مره دي يا كابتن هي اللي بتعمل وتوضيح الامور يا كابتن توضيح قرار بمشتقاته يعني انا تمام. مثلا بقول ايه اربع خلاص انا خدت قرار النهارده باربع لاعبين اجانب تمام في يا جماعه الاربع لاعبين واحد اثنين ثلاثه واثنين منهم هيلعبوا واثنين منهم بره محدش قال حاجه بس من بدري وانت بتاخد القرار قول لكن مش بعد فتره طويله وقبل ما البطوله والمسابقه تبتدي تروح داخل في الجزئيه دي وبتبتدي تقول تلخبط بقى يعني دلوقتي امبارح اخر الصفقات الخاصه بالنادي الاهلي مفكاني ماشيمبي اوكي ده لاعب جنوب افريقيا النادي الاهلي استند على ان هو يجيبه على اساس الاربع لاعبين المحترفين هو لو النادي الاهلي اتقال له ثلاثه اللي هيلعبوا هيروح يجيب لاعب لا رابع. طبعا وبعدين دفع فيه كتير بالظبط كده فده وبعدين يرجعوا يقولوا النادي الاهلي بيهدر الفلوس بيهدر ما مش اتحاد الكره اللي قرر كده فلا انا مش من الموضوع دوت لا صعب ان القرارات لازم تتاخد في وقتها تحدد اولا من فتره يعني حوالي واحنا بنلعب كابتن اسامه كان في بلاد اوروبيه بتجيب اربع لعيبه مثلا اجانب او خمس لعيبه اجانب وفي بلاد عربيه عملت كده زي الامارات ثلاثه في الملعب بس وواحد بره لو واحد لازم يطلعوا واحد افريقي وينزلوا واحد افريقي تمام انت فاهمني تمام يعني يبقى الاربعه موجودين بس يبقى في ثلاثه في الملعب وواحد بالظبط رولز ما فيش مشكله انما الاربعه دي للرولز انما تجيب لي واحد وتقول لي مش هطلعه بره القايمه طب ما يقعد احتياطي واحد افريقي ينزل مكانه وهو ينزل ايوه دي يعني يا ريت يسمعونا يعملوا كده مش يعني طالما القرارات بتتغير بسرعه ممكن يغيرها بكره ما بهزرش يا كابتن والله لا والله بص يا كابتن دي حقيقه بس يعني طبعا بلدنا زي ما بنقول احنا على اعتاب كاس عالم وكابتن اسامه بيقول احنا في القرن يعني اللي جاي خلاص احنا في القرن 21 فبالتالي ما ينفعش وانت بتدير وبتفكر ان انت تعمل دوري محترفين ويبقى في تخبط خصوصا لما نتكلم على اتحاد كوره يعني انا بشوف ان اعضائه كلهم ما شاء الله سواء من بدايه من المهندس هنا بوريده وكابتن حازم لا ناس محترمين طبعا كابتن مجدي عبد الغني الدكتور كرم كردي كلهم كابتن احمد يعني من يتكلم اداريا يعني في مجموعه منهم اشتغلت كتير قوي في اداره الكره المصريه صح ونجوم كبار لعبوا سواء بقى اوروبيا او في مصر هنا فبالتالي لازم الحاجات دي تبقى بعيد او نتجنبها بشكل كبير في اداره الكوره لان احنا محتاجين ان احنا نتطور ما نتاخرش طبيعي ده مهم جدا يا كابتن اسامه يعني خليني يعني انا عجبني بعد اذنك انا عجبني القرار اللي خدوه ان هم وقفوا لعيب بتاع الاتحاد كالوشا عشان مضى فتتين كان من سنه او سنتين كانوا بيقعدوا يفكروا ويقعدوا يجادلوا مره واحد قال لك لا ست اشهر دي عجبتني يا ريت يبقى كده على طول يعني القرار خده على طول انت قوي انت اقوى واحد في مصر صحيح اتحاد الكوره اقوى من اي حد بالظبط انت اللي بتدير وانت اللي بتحط القواعد والضوابط ل ان كابتن اسامه مدير فني الاداري يقدر يقول له اعمل كذا ما تعملش كذا لا كابتن اسامه بياخد القرار
معلش انا ريسك طاع اقول كذا يعني كذا خلاص مات الكلام. طب انا برضو سؤال، ويمكن ما دام احنا بقى اتكلمنا في الجزئيه دي يا كابتن، مع احترامي طبعا لكل المدربين اللي في مصر، ويمكن حاجه انا وجهه نظري انا، احنا بنشوف مدربين بيلفوا، ودي في حد ذاتها نفسنا نشوف مدرب واحد يبقى قرار قرار موجود من اتحاد الكوره، ان في مدرب واحد يبقى موجود في فرقته او ما يلفش، يعني زي في دوريات كده يا كابتن. بس هي طبعا تقنين مدربين بس هي يعني عشان برضو تبقى مقننه مظبوط، هو ما تقدرش تجبر ان واحد يستمر، ولكن مش ما يروحش في اكتر من نادي، لا ما يروحش في اكتر من نادي تاني. ما أنا قصدي يعني احنا شفنا في الموسم اللي فات والمواسم اللي قبله في مدربين ممكن يروح في اربع انديه في الموسم. لا طبعا كتير جدا. اولا ما بقاش في استقرار من الادارات نفسها، بتبقى في سهل او اتغير. ثانيا المدرب نفسه يتعاقد وبعدين يحصل اي فرقه اخرى تزغل العين زي ما بيقولوا، يروح سايب الفرقه دي ورايح، مفيش اي ضوابط هنا ولا هنا ولا هنا. هو المفروض الطبيعي ان المدرب في الدوري الممتاز ما يروحش اكتر من ناديين في الموسم. يعني انا رحت نادي ولاي ظروف بقى اختلفت مع النادي دوت لاي سبب مني منهم بتاع، ممكن انتقل لنادي اخر بعد كده، لازم استنى الموسم اللي بعده، ما العبش بقى في الموسم ده تاني. حلو. لكن زي ما انت بتقول ممكن حاجه تانية كتبه. لكن زي ما انت بتقول بعد اذنك اكمل ده. لا اتفضل. لكن زي ما انت بتقول كده، ان انا مثلا مدرب كل شهر ابقى في نادي مر لي اربع او خمس فرق في الدوري الممتاز فهي بتدي عدم استقرار للاداره نفسها طبعا، وعدم استقرار للمدرب والفريق. انا قلت لك انت كل اللي بتعمله في الاخر ليه؟ عشان قوة المسابقة اللي هي مفروض بتعمل استمتاع عند الجماهير طبعا. انت بتعمل كل شيء عشان المسابقة تبقى قوية، وعشان المردود بتاعها يبقى عالي، وعشان حتى الفلوس اللي تدخل لك تبقى قوية. زي ما انت كان الدوري المصري هو افضل دوري في المنطقة العربية وفي حتى في الشرق الاوسط، ولولا الاحداث اللي حصلت في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا بعد الثورة وكده، لكن ابتدى يستعيد عافيته تاني. فزي ما انا قلت لك نقطه زي ديت، ان المدرب ما ينتقلش في اكتر من نادي، نقطه زي ان النادي اللي يبقى موجود في الدوري الممتاز لازم يكون عنده حد ادنى من الميزانيه عشان يقدر يكمل الصرف على ده، كل ده عشان قوه المسابقه. فبرضو انا معاك في انه المدرب كان عايز يضيف كابتن اتفضل. هو حته ناديين ده كابتن انا ممكن اوافق عليها حاله واحده، تمسك الدور الثاني، يعني مشيت انت الدور الاول ممكن تمسك الدور الثاني، انما مش تمسك بعديها باسبوع. دي برضو نقطة كويسة دي. يعني وبعد كده السنة الثانية لا ما تشتغلش، يعني خلاص ليه؟ هي زي ما كابتن محمد فاروق بيقول لك، هي دايرة، وأنا أتمنى الخير للجميع طبعا، ولكن أنت معاك في النقطة اللي هي بتاعت مجالس الرياض في ضغط عليهم على المدرب، وفي ساعات تلكيك بيمشي مدرب بيتلكك له مثلا، ده ساعات ما بقاش ذنب المدرب صح. خلاص يرتاح شويه اللي هو الدور الاول ويمسك الدور الثاني. والله لو حصل كده الدور الثاني برضه وحصل كده، يبقى المشكله مش من بقى الادارات، يبقى المشكله منه هو بالظبط كده. طيب خلينا نروح لتقرير ونرجع نكمل مع ضيوفنا طبعا كلامنا على بدايه الدوري والانطلاقه، سواء بقى مباريات النهارده كانت طبعا بتروجيت والداخليه وتعادل 1-1 او المقاولين والرجاء، يمكن طبعا فوز المقاولين العرب بثلاث اهداف مقابل لا شيء. اروح لتقرير سريع وارجع اكمل مع ضيوفي كلامنا عن هذا الدوري او موسم 2017-2018.
يواجه النادي الأهلي عدة تحديات في انطلاق مشواره في مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة قوية أمام طلائع الجيش يوم الأحد المقبل على ملعب السلام. ويبقى التحدي الأبرز أمام الأهلي هو الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي بجانب الأربعين في تاريخه، خاصة أن الفريق الأحمر قدم موسما تاريخيا وأنهى مسابقة الدوري في الموسم الماضي دون هزيمة مع مدير الفني حسام البدري. وهناك تحد مهم آخر يواجهه فريق الأهلي، وهو الحفاظ على التوازن الفني في ظل ضغط المباريات الذي يواجهه الفريق نتيجة مشاركته في الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بخلاف أن لاعبي الأهلي يمثلون القوام الأساسي من تشكيلة المنتخب الذي يخوض مرحلة حاسمة في تصفيات كأس العالم. ويبقى التحدي الثالث في وجه الأهلي وهو رحيل عدد من العناصر الأساسية التي تترك فراغا كبيرا في أي فريق، وعلى رأسهم أحمد حجازي وحسام غالي وعمرو جمال. ويبقى التحدي الرابع خلق المزيد من الدوافع من جانب المدير الفني حسام البدري، خاصة أن الأهلي لديه العديد من اللاعبين الكبار وصغار السن. مرة ثانية، يمكن التقرير كان عن النادي الأهلي والتحديات اللي ممكن يواجهها في الموسم القادم. يعني أكيد تحديات كبيرة النادي الأهلي بيواجهها في كل المواسم. طبعا الحصول على البطولة والحفاظ عليها ده أهم حاجة، لأن أنت عشان تفضل في المقدمة وتفضل دايما صاحب البطولات بمجهود كبير، سواء بقى من اللاعبين أو مجلس إدارة أو من الجهاز الفني، عشان تفضل محافظ على اللقب بتاعك. فبالتالي إن شاء الله السنة دي اكيد اللاعبين فاهمين قدر ومسؤوليه كبيره اللي عليهم، فبالتالي يا رب ان شاء الله التوفيق. كابتن اسامه، يعني التحديات اللي احنا بنتكلم عليها حضرتك واجهتها وانت كنت كابتن النادي الاهلي، واجهتها كابتن برضه عبد الجليل وحضرتك وجودك في النادي الاهلي. اكيد كل موسم وكل بدايه انطلاق الدوري انتوا بتتكلموا مع بعض من خلال تواجدكم كلاعبين، التحديات دي اكيد انت كنت بتتكلم فيها في بدايه الموسم ده كابتن اسامه عرابي وكابتن عبد الجليل اللي انت بتباصيها له. طبعا ده ماتش الاتحاد ده كابتن طبعاً. انا اقول لك دوت ده محمد رمضان خد طارق العشري في حته، وايمن شوقي خد واحد في حته. بص دخلت اكيد انك باركن بيرن. بص الاثنين راحوا فين؟ انا دخلت ده بيرن بالظبط كده باركن بيرن. لا مش من انا، من ايمن ورمضان مع اختيار الارقام. طبعا التحرك بس برضه الباص برضه من كابتن اسامه بالخارجي طبعا. ايه اللي صاير يا كابتن اسامه؟ شفت الوش اللي جه خجز. السلام عليك. لا جلجل انت كنت ما شاء الله عليك. ربنا يخليك كابتن. والله السكينه في الجاتوه. ده كابتن اسامه؟ ايه ده انت كابتن اسامه؟ امال ايه في المرسى التونسي ولا كابتن؟ اول مره اشوف جول ليك بدماغك. لا واخر مره هتشوف. طب ايه تسعى يا كابتن حسام؟ كابتن حسام حسن بيلعب؟ انا كابتن حسام حسن كان بيلعب؟ لا 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 يقدر لا ده سنه 83 84 ايه ده الشوطه دي بقى؟ لا الشوطه دي دخلت كده من عند ربنا يعني فوق تحت. لكن الجون بتاع المرسى التونسي كان حلو لانه احمد عادل ما ظبطك. اوبا دي ترقيصه يا كابتن. لا دي حلوه دي يا كابتن اسامه، لان انت ترقيصه اللعيبه بتاعت دلوقتي بتاخدها بيمينها، انت خدتها بشمالك بالترقيص طبعا. ما هو انت لازم تاخد الشمال. في واحد بقى عايز ياخدها من فوق اللعيب. ما هو في ناس كتير ما اتفرجتش كويس بتفتكر. الحمد لله انا كان عندي امكانيات في المهاره كبيره، بس ما كنت يعني اللعب بيبقى سهل شويه، ما فيهوش اللي هو الجري بالكره زياده عن اللزوم بتاع. بس محمد رمضان الجول ده بقى الناس قالوا ان محمد رمضان بيرفع كده. والله العظيم رمضان عارف ان هيعملها كده. ايوه هو يعني كويس. لا اصل في جرايد بعد كده. انت ما كانش في سوشيال ميديا والحاجات ديت. بس ما شاء الله عليك كابتن جديد سنس رجليك. هو بص انا كنت الماتش عارف الماتش ده ماتش جميل جميل جميل. انا فاكره انا لسه بتفرج عليه في قناه عليك، كانوا وزعينه من كام يوم كده. ماتش حلو جدا لينا يعني.
كان ساعتها مانويل بيلعب و لا كان فول تيم الزمان لا كان جامد باسم اسماعيل وهشام ياكن احمد رمزي اهو تقريبا ولا احمد رمزي بص بص بعد ما الجول ما يجي هشام ياكن حط ايده على دماغه يعني ده كان الثالث بص القرار بص يا كابتن بص يا كابتن حط ايده على بص حط ايده على مع انه الهدف الثالث مع انه الثالث يعني قال لك بقى كده بس في حاجه يا كابتن وهي جايه لي حسين متوقع ان انا احطها له في القريبه فهو جاي كده فانا عارف ان هو هيجي يقفل الضيق فرحت مغير بطن رجلي فهو لغايه دلوقتي واقف في الاستاد عمال يكلمني لا ارجع ارجع لا القرار هايل لانك انت يعني واخد قرار مره واحده اللي انا يعني انت بتوقع انت واخدها ان انت هتحطها في البعيد بس كابتن اسامه انت اخر ماتش ليك انت جبت جول يا كابتن انا فاكر مولين مولين صح؟ مولين العرب بس مش اخر ماتش بعديه شويه انا كل ما اجيب جول اقول لهم هكمل تاني هكمل تاني ربنا العطشان في الملعب يا كابتن اسامه طبعا نجوم كبار كابتن وعشان كده بتكلم دايما في انطلاقه اي بطوله وانتم موجودين دايما النادي الاهلي زي ما بقول تحديات انتوا كباتن الفريق كنتوا بتتكلموا ازاي؟ النادي الاهلي بيخش اي مسابقه اي بطوله زي لو حتى وديه لابد انه يبقى الاول يعني النادي الاهلي ما عندوش حاجه اسمها انك الناس ما بتبقاش مبسوطه لما النادي الاهلي يطلع تاني الدوري او احنا السنه مثلا فاتت وصلنا نهائي الكاس وخسرنا ما برضو ما الناس ما بتقتنعش او بطوله افريقيا مثلا تخسر في النهائي زي 83 رغم ان احنا كنا واخدين البطوله 82 اول بطوله وخسرنا في النهائي في 83 ف برضو دي بنالتي برضو ده كان في الاسماعيلي بص احمد عادل صغير مصيادكم جدا طبعا انتوا مش محتاجين تفصيل يا يعني ربنا يخليه ميرسي يا احمد لا هو برضو رؤية انك تحطها في الزاوية البعيدة دي بس انا عارف ان سعفان هيتقدم وهيقفل الزاوية فحطها انت كله عارف تاني. كل عارف طبعا لا دي قرارات ما هو انت لا دي خبرات يا كابتن كل ما اصل انا لاعب وانا صغير لاعب 18 سنة مع مين؟ كابتن اسامة وكابتن ربيع وكابتن حضرت كابتن خطيب في اخر ايام وكابتن مصطفى عبده زكريا يا نهار ابيض انا كنت بتفرج على كابتن علاء ميهوب في ماتش اللي جاب فيه الجون بتاع المصري في اخر دقيقة وبعدين كسبنا 3-1 بتاع الكاس ايوه فكنت بتفرج في اسكندريه في شارع خالد بن الوليد على قهوه كنت لسه ناشئين كان عندي 17 سنه فتاني سنه طلعت فريق اول يعني انا كنت ناشئين فروحت صيف وكده وبتاع فاتفرجت على النهائي والله كابتن اسامه تاني سنه كان انت عارف انا مثلا قاعد كابتن عالم كنت طبعا فعلا فلقيت نفسي قاعد معاه في اوضه واحده فقلت تصدق يا كابتن اسامه السنه اللي فاتت كنت بتفرج عليك في اسكندريه في الماتش دوت وكده يعني انا مش مصدق ان انا قاعد جنبك فالباب خبط قال لي طب ومفتح قلت له انت يعني ما بتقعدني معاك لا ما كلنا طبعا طبيعي انا برضو نفس الشيء اكيد الاحساس ده لا يعني السنه اللي قبل ما العب على طول في الفريق الاول كان حلم كبير ان انا لما نزلت لقيت مثلا كابتن الخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس واكرامي وكابتن ثابت الله يرحمه جيل ابن لذينه طبعا بتبقى ممكن اقول لك انا بقى انا تخيلت انا حضرت ليكم ماتش كابتن نهائي كاس مصر كابتن ايمن شاوي هدفين لو تفتكر ان انت لعبته الكره بشمالك ايوه الجول الاولاني عمري ما تخيل ان انا لعبت فيه ده اللي هو دايما تقع فيه انا العب جنبك في يوم من الايام كابتن اسامه وتبصي لي الكوره واخد هداف في البطوله العربيه مثلا في يوم من الايام طيب ما شاء الله سبحان الله برضه لا ما هي كده اللي هشام حنفي جاب فيها طب لا اللي بعديها اللي بعديها لا طبيعي ان يعني كنت في مدرجات بتفرج لا انا بقول الاحساس دوت كلنا مرينا بيه كل واحد بيبقى بعيد ويجي يلعب للفريق الاول طبعا بتبقى سعاده غير عاديه كابتن اسامه للناشئين يعني انا عندي لعيب اسمه حماده فاروق ده 16 17 سنه بيلعب منتخب 99 مع كابتن حماده صدقي ماشي يا احمد شكرا يا احمد وبعدين لما كابتن حماده صدقي ده جاب لك انت بقى واحده فاروق يا سلام ده بص يا كابتن ده محمد عمار كابتن عايز الحمد لله ان هو قلش لي محمد رمضان يعني قلش محمد عمار ايوه الحمد لله ان هو شاطر كده لا بس محمد عمار الصراحه دايما بنحكي عن ماتش لا التوقيت مهم جدا لانه الناس بتبقى فاهمه ان في الكوره موضوع التوقيت ده مهم قوي اللحظه اللي هي ان الكره توصل للنقطه دي وانا بطلع راكبها من اعلى حته دي هي ده ثلاث ارباع الهدف وطبعا كابتن التوجيه كنت موجود كابتن حضرتك كنت موجود في الماتش ده ان احنا كنا نخرج 2-1 للاسماعيلي في الوقت ده فاروق بلال متعب من المصريين اللي لعبوا في الاهلي يعني انا بتكلم على الناس اللي بتلعب بدماغها صح باحساس
اللي هو بيوجه الكوره، وبرده رمضان وايمن شوقي. لا انا بتكلم على الجيل الجيل اللي بعده، اللي بعدينا بتكلم على اللي بعدينا. لا ايمن شوقي كان هو بيقف في الهواء، كان في اتنين في مصر او في العالم شفتهم بيقفوا في الهواء ويحطها بدماغهم. احمد راضي بتاع العراق كان تاجريل، كان وانا بتمرن على ضربات الراس كنت ببص كابتن ايمن شوقي، كابتن محمد رمضان، كابتن جمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد طبعا كان مميز جدا. جمال عبد الحميد فدول الثلاثه اللي كنت دايما بتعلم منهم جزء. كابتن اسامه خلينا نتكلم في التحديات بالنسبه لبدايه الموسم دايما زي ما قلت لك على اللقب. فانا بقول لك انك انت ما بتلعبش على المركز الثاني دي ابدا في اي بطوله حتى لو وديه. الناس خلاص ما بتقبلش غير كده، ولاعيبه النادي الاهلي اللي جوه اللي سواء اللي اتربوا زيكم من قطاع الناشئين وطلعوا، او حتى اللي بيخش دلوقتي الاحتراف كتر، اللاعيبه اللي بتخش في سن يعني عدي سن الناشئين وجايين من انديه اخرى، لو هو ما عندوش دي، لو ما عندوش حته الاصرار انه يبقى البطل على طول، انه يكسب على طول، انه هو يبقى الاول على طول، بتلاقيه سنة بيتفرم أو سنتين وتلاقيه مش موجود. صحيح. لو ما فيش النزعة دي عنده، فخلاص. فالنادي الأهلي التحدي بتاعه إنه يحافظ على اللقب، لأنه خلاص هو ده قدره. ولو السنة الجاية هتاخد الدوري هيقول لك تحافظ على السنة الموسم الرابع على التوالي، وهكذا زي ما حصل قبل كده سبع مواسم في التسعينات أو في السبعينات. صحيح. أو في الثمانينات. فخلاص دي نمرة واحد، تحدي أول تحدي إنك تحافظ على لقبك. واعتقد النادي الاهلي عنده القدره باللعيبه اللي موجوده، واللعيبه لما نيجي نتكلم عليها اللي هي النادي الاهلي اضافها، لانه تكوينهم هو افضل تكوين في مصر. صحيح. يعني حتى ده تحدي تاني طبعا. انا لسه كتجيل فيه ازاي كابتن حسام البدري يحافظ على توازن الفني بالنسبه للفريق في ظل بعض اللاعبين اللي بيجوا جداد، وبعض اللاعبين اللي ممكن يكون احترفوا او يعني راحوا انديه ثانيه من خلال طبعا اعارات او جزئيه الاحتراف. بص، اولا انا يعني انا مشفق على كابتن حسام، لانه بيشترك في اربع خمس بطولات في السنه ولازم يكسب كل البطولات. مفيش حاجه اسمها ثاني عندنا في النادي الاهلي، انت عارف كده وكابتن حسام عارف كده. فنمره واحده انا مشفق عليه جدا. التوازن هو ساعه البطوله العربيه قال لك العب الناس اللي هم اللي عايز اجهزهم وعايزه فيهم لعيبه جامده جدا، يعني عمرو بركات وميدو جابر واسلام محارب وصفقات تحفه يعني. فما ينفعش نخسر. فاحنا خدنا القرار من الاول زي ما كابتن اسامه بيقول ان احنا بنلعب عشان نجهز وكده. كابتن حسام بعد كده رجع الناس تانيين. طيب انا حافظ ازاي بقى عن التوازن وكده؟ انا كان لازم اكمل بالناس دي، وانا كده كده واثق في الناس اللي هم القدام اللي هم زي عبد الله سعيد، زي حجازه، انا خلاص عارفهم، فانا اتاكد بيهم. مش هتاكد بيهم ماتش ودي مثلا مع اي فرقه في النادي الاهلي العبهم بس، لا، دي بطوله عربيه اسيبهم كمهم للاخر. ده هو كان اللي هيعمل بالانس. هو ماتش واحد تقريبا يا كابتن، ماتشين يا كابتن، ماتشين لعبوا ماتشين وبعدين رجع كابتن حسام. خلي بالك مطالبه بالبطولات برضو يبقى ما كنتش اشتركت يا كابتن، ما كنتش اشتركت من الاول دي الفن يعني، ما كنتش اشتركت يا كابتن فاروق من الاول وتقول انا هلعب البدلاء. ايوه دي نقطة مهمة. الموضوع حصل يا كابتن. ايوه بس انت قلت من الاول انت يبقى تكمل للاخر. حتى لو خسرت البطولة يبقى انت كسبت البدلاء. انما اجيب البدلاء العبهم لغاية لما يوصلوني قبل النهائي وبعدين اجيب الناس اللي مريحة. سبت واحد زي صالح جمعة، سبت واحد زي عمرو بركات. عمرو بركات برافو عليك. يعني ده المكسب بس اللي احنا في البطولة العربية. انت فاهمني؟ كان لازم اكتر من كده ان هم اللي يكملوا. وانا فوجئت، انا مش بحب اتكلم عن هو ادرى باللعيبه بتاعته. انا يعني بعشق كابتن حسام البدري وبقول لك مشفق عليه. يعني واحد زي اسلام محارب، واحد زي عمرو بركات، دول يعني هيخشوا امتى؟ يعني انا يعني لعبوا بعد كده البطولات. فمحتاج ان انت يبقى كابتن اسلام معاك دكه واثقه. انا شفت ماتش المنصوره والاهلي الودي، اسلام محارب جايب جونين، جايب الجون الثاني ده عالمي، الاولاني على الطاير يا كابتن حاجه تحفه، والثاني وبعدين في مش عارف مين جايبه اهو بيتذاع اهو اسلام محارب. تأقلم بسرعه جدا يا كابتن. لا وفي البطوله العربيه كمان جاب جونين، عمرو بركات جاب جونين. فانا كان نفسي دول يكملوا الاثنين دول الصراحه. وانا شايف ان كابتن حسام
هيعتمد على اسلام محارب، حتى انا بقول ان اسلام محارب نمره واحد في الصفقات اللي جت، وده هيبقى ان شاء الله يعني جامد. اتنين هشام محمد هو عمرو بركات يخشوا مع بعض، يمكن عشان من المقصه من عندي فمتحيز ليهم برضو. بس انا على الحال بقول اسلام محارب يعني من خلال وجودك في المقصه كابتن واحد زي عمرو بركات، الفايده اللي ممكن يستفادها النادي الاهلي بوجوده وكابتن حسام البدري طبعا توظيفه بالنسبه له بيعمل ازاي؟ هل يستنى لغايه لما عبد الله السعيد مثلا يبقى مثلا انذارات او تعبان او 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 عشان يلعب عمرو بركات، ولا لا جزئيته ايه؟ لا لا ومكانه فين يعني؟ عمرو بركات انا مرنته سنتين، عمرو محتاج الثقه لانه حاسس بنفسه، هو لعيب كويس، هو عارف ان هو لعيب كويس، بس لما بيقعد وانت بتتجاهله بيحبط بسرعه. ده مؤثر جامد. لما خد في البطوله العربيه اول ماتش جاب جون لقيته نفسيته عليت علي. نفس الشيخ احمد الشيخ يعني نفس الكلام الشيخ. احمد الشيخ يعني ماشيه ماشي، انا جاي من الفيوم مسيتني في حقنا تعبان والله العظيم، بس عشان خاطر النادي الاهلي عشان خاطرك زي بعض تفهمني. الشيخ لما راح النادي الاهلي ما لعبش، وقعدنا نقول الصفقات، راح المقصه مش عشان المقصه كسر الدنيا، خد هدف الدوري صحيح، رجع لعب. اتمنى اسلام محارب، عمرو بركات، هشام محمد، كابتن اسامه، كانت فتره احنا كنا المركز العاشر، كنا بنجدد الفريق مظبوط، تاني سنه خدنا الدوري، طلعنا طلع كذا لعيب صغيرين، هادي خشبه ووليد، كابتن انور كابتن محمد كان كابتن انور، لا هو كابتن انور استلم واحنا العاشر، هو كان مايكل ايفرت، برافو عليك مايكل ايفرت، مايكل ايفرت هو اللي وصلنا العاشر، وبعدين الكابتن انور جه الدور الثاني نهينا رابع. يعني ما خسرناش ولا ماتش الدور الثاني، بس كنا العاشر. حتى نفتكر ان الكابتن صالح سليم قعد معانا قال يعني النادي الاهلي عمره ما نزل درجه ثانيه، انتوا هتنزلوا درجه ثانيه؟ طبعا دي خلتكم حماس رهيب. خلتنا ايه؟ خلتنا وشنا في الارض. لا يعني تعرف يعني ايه كلمه النادي الاهلي ينزل درجه ثانيه؟ دي كانت قويه جدا. حماس بقى في المباريات بعد كده. كابتن سارة الحمو كان بيتكلم كلمتين اتنين. يعني فاكر ماتش كوينز بارك رينجرز اللي في انجلترا مع فايتسا؟ ايوه. انا قاعد في الكرسي جنب كابتن علام ميهوب، فلقيت واحد بيعدي الشارع بنطلون جينز وقميص، بقول له الراجل ده شبه كابتن صالح سليم جدا. بص لي وضحك، قال لي ما هو كابتن صالح. قلت بتتكلم جد؟ فطلع على طول اسال كلمتين يا كابتن اسامه لو تتذكرهم. قال يا جماعه الماتش ده ليا بالتوفيق والحمد لله على السلامه، وراح نازل. ليه؟ لانه كان دايما عشان بيعالج عينيه الله يرحمه، فكان في انجلترا دايما. ورحنا كرينز باك، كانوا رابع الدوري ساعتها كرينز باك، وكان وكان بول اللي هو الاسمر ده كابتن اسامه جابوا جول فينا في اول ربع ساعه، وقال لك بس ده احنا هنديهم. كابتن ربع ساعه راح جايب التعادل اخر ربع ساعه. والله يا كابتن فاروق ما شفنا بعد الربع ساعه، ما حسوا بقى في مين النادي الاهلي ده. الكلام ده كام سنه؟ 87 89 لا 87 88 يعني كان قبل كاس العالم انا فاكر بالظبط 87 88 او 89 فاهمني. ف تعادلنا 1-1، جالنا الكابتن صالح قال رئيس النادي طالب ان هو يلعب معاكم ماتش كمان يومين والاقامه وتقعدوا على حسابه، بس انا رفضت. احنا رفضت ليه يا كابتن؟ قلت لها هنقعد يومين كمان. لا هو عايز يعرفنا ان خلاص يعني هم استقلوا بينا وانتوا طلعتوا رجاله. طبعا لا مش هنلعب خلاص. طيب كابتن اسامه، استكمالا لكلام كابتن عبد الجليل واللاعبين، اتكلمنا على عمرو بركات واحد من اللاعبين المميزين اللي جم السنه اللي فاتت، ايضا اسلام محارب، ايمن اشرف السنه دي، ازار، وهشام محمد، ماشيمبي اللاعب الجديد بالنسبه للنادي الاهلي. صفقات النادي الاهلي السنه دي طبعا ايمن اشرف طبعا بالاضافه ليه طبعا اكيد. خلينا نتكلم الاضافات دي نفسها، كابتن حسام بدري وهو بيفكر ان هو يجيبهم تفكيره ايه؟ يعني هل ده اضافات بالنسبه للمراكز ولا كان نقص بالنسبه للخطوط؟ في اماكن كان فيها نقص في الخطوط طبعا، يعني لما تيجي تتكلم على راس الحربه في عبد الله الشامي طبعا لعيب الصوره كابتن هشام، في مثلا راس الحربه كان في نقص في الخط يعني لما اتصاب مروان، انتقال دلوقتي عمرو جمال، فكان لازم يجي ازارو، كان لازم يجي ماشيمبي اللي هو الاخير دوت مع عماد متعب، مع ممكن احيانا جايب يلعب في المكان دوت، ففي اماكن فيها نقص. برضو اللاعب السوري اللي جه في خط الدفاع ده مركزه مساك، مساك
انت بعد انتقال حجازي اللي هو انا بقول واحد من اكتر الناس اللي كان مؤثر قوي السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي وحتى دلوقتي مع المنتخب المصري، ويعني عدم وجوده مؤثر مش سهل يعني، لكن بالتوفيق طبعا رامي رجع بصوره كويسه جدا وبان في الماتشات الاخيره بتاعت المنتخب. سعد سمير ربنا يعني رجعه بسلامه، كان عامل موسم هايل. نجيب طبعا بخبرته الكبيره، ولكن كانوا محتاجين حد، وفي اماكن فيها اضافات مش عشان نقص ولكن تدعيم زياده، تنشيط بعناصر اصغر شويه. في لعيبه كتير مميزين زي عمرو بركات، زي طبعا عودة الشيخ هداف الدوري السنه اللي فاتت. دول الاماكن بتاعتهم فيها ناس، ولكن تدعيم زياده لانه في وليد وفي عبد الله السعيد وجاي بيلعب في الحته ديت ومؤمن زكريا ووليد سليمان، يعني فيها عدد لكن هم اضافات يبقى فيها منافسه. يعني دكه مثلا. ايوه دكه، او هو لو حد يوم تفوق هيلعب، ده طبيعي. ففي اماكن كان لازم ملحه، لازم ناس تيجي فيها، وفي اماكن كان لازم يحصل فيها تدعيم حتى شتخمه دي احسن. في ناس بتقول لك ما هو مثلا معين، ما هو زي ما عبد الجليل قال، احنا بنلعب في 4 5 بطولات. هي المشكله بقى ان اللعيب اللي بيجي، عشان دي برضو عبد الجليل قالها على عمرو بركات والشيخ، انه بيحبط مثلا لو ما لعبش. اللعيب اللي بيجي لازم يبقى فاهم ان هو جاي النادي الاهلي. طبعا انت بتتكلم كده، في 10 لاعبين في المركز ده مثلا هياخد منهم 3 كابتن حسام البدري. مظبوط، منافسه غير طبيعيه طبعا. فهو لازم يبقى عنده صلابه ذهنيه مش طبيعيه، لازم يبقى عنده، لان كلنا مرينا بجزئيه انك يجي مدرب مش بيلعبك، او مش مقتنع دلوقتي انك تلعب، او مقتنع ان انت كويس بس اللي موجود في مكانك من وجهه نظره افضل منك. فعايزه كفاح وصبر وتدريبات وتركيز، وايه النقص اللي عندك اللي هتشتغل عليه. لكن ان انا احساسي ان انا مثلا كنت اساسي في فرقتي وهاجي في النادي الاهلي، هفتكر ان انا المركز كده هاخده بكل سهوله، ولما لعبتش ماتش او ماتشين هحبط وابتدي مستواي يقل وبتاع، ديت ما تقدرش تكمل فيها في النادي الاهلي. يعني كلنا مرينا بالتجارب ديت. اللعيبه اللي بتيجي ومش عارف انه هينافس لعيبه دوليين، انت ما بتنافسش لعيبه عاديه، انت مش في نادي صغير. مريت بيها كابتن كمدرب طبعا كمان. انا مريت بيها كتير. بس الحمد لله انا يعني الحمد لله الحته دي عندي، يعني اللي هي ايه، ان انا مش انا بس، انا وناس كتيره في جيلنا يعني علاء ميمون كمدرب كمان يا كابتن ثابت الله يرحمه وحسام حسن وابراهيم حسن رمضان، لازم يكون عندك اللي بيتاقلم اكتر مين؟ اللي هو طالع من الناشئين، اللي هو واخد على البطولات. ايوه يعني مثلا في لعيبه بتيجي النادي الاهلي لما بتبقى في المركز السادس السابع في الدوري بتاعها في النادي بتاعها بيطلعوا لهم مكافآت. احنا عندنا في النادي الاهلي مفيش تاني، ده انسى المكافأة دي طبعا. فدي برضو مؤثر ان هو اللعيب لو ما دخلش. يعني في لعيبه في اوروبا لو اول ما بتوصل، وانا دلوقتي النادي الاهلي بيعملها، بيلففوا في المتاحف واللي هو الانجازات والدوري والكاس اللي خدوه والمتحف وي 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 اللي هو عاملينه في النادي اللي هو الستور. انا بشوف بيعدوا اللعيبه كده، لا انا عايز واحد يقعد معايا، واحد يكون شخصيه قويه في النادي الاهلي، يكون فاهم يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه تاريخه، يشرح صح، مش يوري كاسات او يفرج او ده بيحصل بره في اوروبا. بيقول له الجمهور كذا، بيقول له هنا مفيش حاجه اسمها مكسب خساره، هنا الدوري ممكن تقعد احتياطي السنه الاولانيه زي رمضان صبحي، المنافسه شديده مع زمايلك. بالظبط، المدرب بيقعد معاه طبعا، ما هو بيقول له اول سنه انت طبعاً احتياطي وبتنزل خفيف، تاني سنه هتلعب. هناك دغري. هنا لا، بنلففه شويه ونقول له هتلعب وهتاخد فرصتك بس شد حيلك. انا عارف الكلام لان انا كنت مدرب وكابتن اسامه مدرب وده اللي انا بقوله، هتلعب بس خد فرصتك وبتاع. لا، انت لازم تفهم الراجل ده جاي ايه. انت جاي النهارده نمره 2 نمره 3، شد حيلك. في اوروبا بيقولوا كده، في اوروبا بيتقالوا طبعا ان انت مثلا جايبينك انت نمره 2 عشان يبقى من الاول. في ناس كده طبعا، الا غير بقى لو المدرب حس زي ما عبد الجليل بيقول بتطور مستواه.
طيب اتفضل يا كابتن خليك. فكمل يا كابتن عبد الجليل. كمل، كنت عايز اقول حاجه. عايز تكمل كلامه في الجزئيه دي؟ انا وقفته انا. لا لا لا. طيب جزئيه الانطلاقه الاهلي يا كابتن، يعني خلينا التمرينات امامنا دلوقتي واستعدادات موجوده، تلاحم المواسم برضو ده برضو تحدي الكابتن حسام البدري. انت عندك لعيبه لسه جايه من منتخب مصر، يعني يعتبر ما راحتش غير خمس ايام، وده في كره القدم اعتقد شيء صعب جدا. وكابتن حضرتك مدرب وكابتن اسامه مدرب ومدير فني، الموضوع ده بيبقى صعب جدا عليك عشان ترجعهم وتخليهم يكملوا موسم جديد فيه بطولات ولا ثلاث اربع بطولات تانيين. ويا ترى هيخلص امتى؟ احنا لسه مخلصين الكاس من يومين. كابتن لعيبه النادي الاهلي هي متعوده على البطولات، ولكن لازم، احنا مش مكنه. احنا مرينا بالظروف دي كتير وكنا بنلحم موسمين ثلاثه، بس احنا كنا بنبقى يعني صغيرين، وكانت زمانها كابتن اسامه بطولتين بالكتير قوي، دوري وكاس وكاس افريقيا مثلا دي، وكمان دي كانت على ايامي كان كاس افريقيا بس، وبعد كده عمل بطوله عربيه بس. انما دلوقتي انت بتتكلم في دوري وكاس وسوبر. انا مره احمد السيد لما جالنا المقصه فبقول له ايه العضلات دي؟ قال لي ده مش جيم. قلت له لا ده بص بص يا كابتن، واحنا بنتكلم عماد متعب طبعا عشان انا يعني واحد من اللاعبين المميزين اللي انا بحبهم، يعني مهارات عماد متعب دايما. طبعا عماد متعب طبعا قناه الاهلي دايما باستمرار في تاريخ داخل تمرين من افضل اللعيبه اللي جت في مصر يعني. طبعا وانت بتتدخل يعني بتتكلم عن تداخل المواسم، ما انت عندك لعيبه تقدر تستفاد بيهم. ده اللي انا قلته يا كابتن، ده اللي انا قلته يا كابتن. يعني عماد اللعيبه اللي لعبت البطوله العربيه دي ابتدي بيها الدوري، ما هو اصل انا عبد الله السعيد من احسن اللعيبه بقى له موسمين، بس خلاص اتضح عليه في ماتش غانا ان في الدقيقه بعد 15 دقيقه من الشوط الثاني مش قادر يعني كتر خيره. يعني انا حتى وانا بحلل الماتش ثاني يوم في قناه من القنوات شفتك والله يا اسامه ما شاء الله عليك يعني. لا الله يخليك، قلت ان يعني كوبر هيستنى ايه؟ هيستنى ما يتمزق؟ الراجل مش قادر يشيل يعني. قلت بعد الدقيقه 15 لازم صالح يا جمعه ينزل، بعدين صالح فاق خلاص ابتدى يفوق. طبعا في احسن حالاته دلوقتي. طب عبد الله السعيد هيبتدي ازاي مع النادي الاهلي كده؟ انت فاهمني؟ احمد فتحي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله عليه طبعا، رجولة يعني حاجه، هيكمل ازاي؟ وبعدين انت داخل لك بقى انديه فيها لعيبه صغيره وحريفه جدا وسرعه جدا، في وادي دجله وفي المقصه وفي السموحه وفي الاتحاد، مش عايز انسى حد، الاسماعيلي. الناس دي هل يا ترى هتقدر تلاحم الحاجات الماتشات وتلاحم المواسم هيقدر يكمل؟ فدي جزئيه كويسه ان الدكه مع موجوده وفي ناس كتيره، بس لازم يخشوا. فعشان كده انا كنت بقول البطوله العربيه كان لازم يكملوها للاخر، خدناها ما خدناهاش مش مهم. تمام تمام. لازم ندخل في ثقافة الجمهور بتاع النادي الأهلي إن يا جماعة مش لازم كل النادي الأهلي يخش البطولات ياخدها. أنت بتقول كده على مسؤوليتك بقى. على مسؤوليتي طبعًا يا جماعة، ما أصل دي كورة. عشان بص يا كابتن، خلي بالك إحنا نادي من طابع ليه خاص. حلو. جماهيريًا وفكريًا كمان بالنسبة لجمهوره. إن أنا يوم ما اتغلب ماتش ده أو اتعادل ماتش، أنت بتشوف الناس بتنام وتمشي في الشوارع إزاي يعني. أنت الله. امال برشلونه لما اتغلب من الريال ايه يا كابتن؟ النادي الاهلي بقى كابتن انت متفوق على عيني وراسي يا كابتن، متفوق عليهم عدد بطولات. احنا ملوك العالم في، انا معاك في دي، ولكن عايزين نتقدم لقدام ونشتغل زيهم. يعني الناس دي زين الدين زيدان او بس مثلا، بس خلي بالك يا كابتن، ما في البطوله العربيه الناس تقبلت ان انت ما تاخدش البطوله عشان عارفه ان انت هدفك ايه من البطوله. يعني ما فيش حد كان زعلان قوي يعني، او ما يعني ما حصلش يعني هجوم على الجهاز يعني، عشان برضو احنا الحمد لله برضو يعني بنحب النادي الاهلي قوي طبعا، فبنتقبل له اي حاجه معلش يعني. انما لو حصل ان انت في ثلاث اربع سنين ما خدتش دوري ولا كاس، لا دي مشكله الدنيا. انا مش عايز اقول لك سنه واحده، انت شفت السنه اللي احنا ما خدناش فيها دوري بالظبط كانت عامله ازاي. خلينا نروح لفاصل كابتن عبد الجليل كابتن اسامه، ونرجع نكمل كلامنا على الدوري الممتاز وانطلاقه الدوري الممتاز، واكيد نكمل كلامنا على صفقات النادي الاهلي. ويمكن زي ما بقول لكم في لعيبه مميزه جدا داخل النادي الاهلي وسن صغير، معدل الاعمار بالنسبه للصفقات اللي جت للنادي الاهلي معدل اعمار صغير جدا، اعتقد ان شاء الله هيكمل هذا الفريق لمده 10 سنين ان شاء الله، نتمناها بطولات دائما. واصل وارجع اكمل معاه طبعا ضيوفي نجوم مصر في الاستوديو. بسم
مستكملين كلامنا طبعا مع حضراتكم كابتن اسامه العرابي كابتن محمد عبد الجليل. يمكن كلامنا على استكمالا لكلامنا على الصفقات كابتن اسامه امبارح يعني كان في لعيب تم طبعا استخدامه من خلال طبعا الدوري الجنوب افريقي وده دوري قوي كابتن اسامه يعني طبعا الانديه كبيره زي سان داونز يعني بيرفست اللي احنا لعبناه وكان هو لاعب من لاعب من لاعب كايزر تشيفز طبعا مجموعه من الانديه هناك طبعا قويه فبالتالي تجايب لعيب مميز لعيب في مركز انت احنا بنشوف ان هو في 10 لاعبين واحنا بنقول في تنافس قوي في هذا المركز هذا اللاعب كابتن اضافته ايه بالنسبه للنادي الاهلي او لكابتن حسام البدري خصوصا يمكن السنه اللي فاتت واحنا بنتكلم على جاير كنت بقول لك في الاول انت صراحه كسبتين تقول لك لا مش كابتن حسام فضل مصمم ان اجاي لاعب كويس جدا ولاعب هو هيفيد النادي الاهلي بس مش فيرود ايه من تحت الفراغ هو راجل بيلعب في كل حته كابتن يعني جوكر بالظبط كده وفعلا كابتن اسامه كان عند نظره ثاقبه في الجزئيه دي واللاعب بصراحه لاعب مميز كابتن اسامه اللاعب ده بقى الجديد راي حضرتك ايه انت شفت دي ماتش هو لعب قدام الاهلي على فكره لا انا للاسف ممكن لو شفت الماتش ثاني افتكره لكن انا معانا لقطات ليا هو يعني اسمه اكيد كمان ماشيمبي هو في ناس بالمهرمبي مالمبي مكتوب لكن هو طلع وقال ان انا اسمي بينطق كده يعني ماتش امبي ماشي تمام انا ما شفتوش كويس عشان ما يعني ما اقدرش اقيمه لكن بقى. اكيد طبعا ده هدف جميل جدا لانه قرار مهم قرار فيرويد يعني اتلعبت له وهو في لحظه خروج الجول عنده كم سنه كابتن شكله صغير يعني 19 سنه كابتن شكله وشه صغير 19 سنه حطها في الزاويه البعيده فطبعا دي امكانيات فيرويد كويس او واحد بيجي من تحت الفراغ ده كويس لانه هو واخد القرار هايل يعني بالظبط فانا ما اقول لك ما شفتوش كويس في ماتشات كامله او كده لكن اكيد النادي الاهلي طالما يعني وقع عليه الجهاز الفني وال اكيد هيبقى لعيب اضافه نتمنى له التوفيق يعني مع الفرقه ان شاء الله الفتره الجايه يعني انا اتفائلت ان ازارو ده برضو اللي جه يعني ما كناش شايفناه ولا حاجه فرض نفسه بسرعه صح اتمنى ان طب هو كانت هي النقطه بقى يعني انا واحنا بنتكلم على الخط ده بالذات سنة الخط ده احنا عندنا ما شاء الله فيه هيلعب بمين انت عندك اتنين لازم يلعبوا فيهم صالح جمعه وعبد الله طبعا عبد الله سعيد رقم واحد صالح جمعه موجود انت بقى يمين وشمال صالح هي دي بقى اللي انت هتبتدي تفكر فيه طبعا عبد الله يعني يمين وشمال عبد الله صالح جمعه للحق يعني انه الفتره اللي فاتت من نهايه الدوري والبطوله العربيه وحتى في ماتشين اوغندا بالذات الاولاني لعب فيه اكتر شويه من الماتش الثاني ما لحقش 3 4 دقائق مستواه في ارتفاع واضح ان هو مركز مع نفسه ودي حاجه مهمه جدا هو لازم يفهمها ان هو اللي هيحط نفسه مش طبعا. كل حاجه المدرب يعني هو اللي هيحط نفسه ففعلا في حاله كويسه جدا نفس الشيء عبد الله السعيد من الاعمده الرئيسيه في النادي الاهلي في السنين اللي فاتت شكله سريع جدا شكله سريع هو الاعتماد على السرعه هو بالنسبه له كان مؤثر جدا في ماتشات النادي الاهلي معظمها وماتشات المنتخب طبعا فالاثنين تحت الفيرويد مهمين جدا الاطراف في ناس كتيره مميزه عندك وليد عندك مؤمن عندك اجايه واضح كمان انك الراجل ده سريع زي ما عبد الجليل قال ودي نقطه مش موجوده قوي في لعيبه النادي الاهلي محتاجها انت محتاجها يعني اللعب بتاعنا لعب نقل في رجل الرجل لكن ما فيهوش السرعات العاليه قوي في الاطراف محتاجين بعد النقله نقلتين ثلاثه وسرعه واضح ان هو عنده حته السرعه ديت بس ممكن يبقى ليه دور اسامه الاجوان دي او الشرايط دي او الحاجات دي من قد ايه؟ يعني السنه دي فعلا من اخر الاخر لا من اخر موسم تمام تمام هو لا اصل بص يا كابتن فاروق انا بشوف ساعات انديه يعني طبعا النادي الاهلي استحاله الأهلي. لا استحاله النادي الاهلي هيجيب واحد بقاله يعني شريط من سنتين او سيديا من سنتين لا بس انا بقول لك في انديه ساعات بتجيب بتغلط الغلطه دي بتغلط الغلطه دي ان هي تجيب تتفرج على شريط زي ده يطلع ان هو من سنتين وما بقاله سنه ما بيلعبش فبيجيبوه يعني مع الاعتذار يعني لنادي الزمالك مايوكا ما كانش بيلعب ولا كان ولا وجاي قد كده يعني بقاله جابوا الشرايط بتاعته من زمان بس ما قفتش فانا خفت ليكون هو فعلا بس لا طالما لعب وشافوه وبعدين لما كابتن علاء مهوب راح جاب ازارو وشافه وطبعا مش يعني كابتن علاء مهوب لوحده الحمد لله الولد ثبت نفسه
بعد كده ماليمبي او مالاشيمبي دوت شامبيون. اتمنى ان هو يندمج بسرعه زي اجاي، او اسرع واحد شفته افريقي دخل جوه الفورمه بسرعه ودخل جوه النادي اجاي. يعني في فيليكس قعد فتره طويله لما كان موجود برضه في لافيو، قعد 20 سنه لغايه لما ابتدى وجيزي صبر عليه. صح انت كنت مع الجزائر يا ميه؟ عارف ليه؟ ليه؟ لان ازارو قصدي اجاي في ميزه، في واحد بيبقى هداف بس وفي واحد بيبقى سريع بس. اجاي في ميزه الاثنين. في لا في ميزه حلوه جدا بيعرف يلعب سهل مع الناس. لعب عبد الله السعيد ومؤمن زكريا ووليد سليمان بيحبوا التاتشات مع بعض، لمسه ولعبه وان تو، هو عنده دي يعني دي كمان. عنده سهوله في اللعب، تحس ان هو يعني متداخل معاهم في ولعب وهم بيحبوا بصوله كتير. هو طبعا من اللعيبه كره جنوب افريقيا فيها حته المهاره برضو طبعا، ده هم لعب على الارض والجزئيه دي. جنوب افريقيا من الفرق اللي هي بتحب اللعب على الارض واللعب السريع واللعب حتى اللي ما فيهوش عنف قوي. يعني هم كورتهم حتى منتخبهم الجنوب الافريقي مش زي المنتخبات الشرسه في افريقيا، هو منتخب قوي ولكن بيحبوا لعب كورتهم حلوه ونظيفه زي ما احنا بنقول. دكتور كمان هو طبعا من ده كده كان بيفكرني بسقراط. ايوه صح، بس انت ما كنتش لسه اتولدت بسقراط ده. بجلب يعني بيفكرني بسقراط اللي هو الحاجات اللي هي التاتشات الخفيفه. أيوة. كانوا مسمينه دكتور كمال ده ففعلا طيب جنوب افريقيا. هكلمكم على يمكن واحد من الصفقات اللي موجوده حاليا، يعني ايمن اشرف الكابتن عبد الجليل، وتعرف ان احنا يعني في الجانب الايسر عندنا علي معلول، عندنا حسين السيد، عندنا صابر رحيل، ايمن اشرف بينضاف ليهم كباك ليفت. يعني كده باربعه انت كده كان موجود. وخلي بالك علي معلول عنده شبه اصابه، ف يعني سمعت الكلام ده يعني. فبالتالي كابتن حسام بدري ممكن هل يبتدي بصبري ولا يبتدي بحسين ولا ايمن اشرف؟ طب هو ليه لما عرف ان في اصابه ولا دي شيء يعني حتى الان خلي بالك ما هو انت بتجيب. طب ليه ما سابوش الترجي؟ طيب ايه ليه ما سابوش الترجي لما الترجي عرضه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، انا عندي صبري رحيل، عندي حسين السيد. حسين السيد عنده كام سنه؟ 22 سنه. صابر رحيل يعني انا مطلعه من الناشئين، لو انت عارف ان هو كان في المقصه وبعدين راح الزمالك ورجع على الاهلي، انا طلعته من الناشئين. صبري كل ما بياخد ماتشات. حسين ولا صبري؟ لا صبري. حسين بعد كده جالنا لما في الفريق الاول. لا لما كنت انا ماسك لوحدي اول سنه وما كنا درجه ثانيه قبل المقصه ما تخش. انا طلعت صبري رحيل من الناشئين. في ميزه ان لما بياخد ماتشات كتيره يا كابتن الفورمه، اي لعيب وانت عارف الماتشات الكتيره بتجيبه، الدكه بتخليه يصدي ما يقدرش. يعني دلوقتي نزل عمرو بركات، شفت له واتش ودي اخير نزل حوالي نص ساعه كل كره تقطع منه بعد ساعه بعد البطوله العربيه. فالدكه دايما بتصدي اللعيب. بس الاستسلام وحش كابتن، يعني برضه عشان احنا لعيبه الكوره ما هو لازم نتكلم كده عشان ما نخليش اللعيب النقطه دي يرتكن على الجزئيه دي. اي برافو عليك. النقطه دي انا لسه كنت بقولها لما اتكلمت على لما هو قال ان ساعات عمرو بركات بيحبط وكده. احنا لسه بنقول في مركز واحد هتلاقي فيه 10. ما انت عارف بقى ان انت جاي النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا لازم تبقى عندك صبر واصرار وتصميم. عشان كده مش كل حاجه المدرب. احيانا المدرب وانت عارف كابتن اسامه بينجح بفرقه النادي الاهلي غير ثقافه انديه ثانيه كتير. انا عارف اللعيب جاي لك مكسر الدنيا في ناديه، اللعيب جاي لك نزل بطوله عربيه جاب جونين وكسر الدنيا، لما يلاقي نفسه قاعد وبعدين في تجربه قبليه احمد الشيخ. احنا بشر لازم يحبط. لا انا فاهم. انا ما قلت يا عبد الجليل انا ما اتكلمش ان اللعيب ما يزعلش انه ما يلعبش، دي كلنا فينا، واللي ما كناش بنلعب بنبقى هنولع، ده طبيعي. بس انا اقصد في لعيب بيبقى عنده جلد وعنده تصميم وعارف ان الوقت هيجيله وبيموت نفسه في التدريب ومركز على طول، ما يحبطش بالدرجه اللي تخليه مستواه يتراجع، وان هو يبقى زي ما بقول ايه رمى الفوطه زي ما احنا بنقول بالبلدي كده. تمام. فهي دي النقطه اللي انا بتكلم عليها. صح. لكن انه يزعل، انه يتضايق شويه، انه بتاع ده طبيعي. احنا كلنا بشر واي حد فينا مش هيلعب هيبقى زعلان.
بس فهي دي النقطة اللي أنا بتكلم إنه حجم المنافسة، ما هو كل واحد يحط نفسه في مكان الآخر. أنت دلوقتي بتتكلم على فاروق، بيتكلم على مثلا ممكن يكون 10 في المكان ده، يعني عندك الاثنين الأفارقة أجاييه وماشيم فيهم 8 وفيهم وليد ومؤمن العشرة دول فيهم 8 يلعبوا بأمانة. ايوه بأمانة. فيهم كلهم يلعبوا اساسيين مثلا، فغصب عنك هتختار ثلاثة ويبقى مثلا واحد او اثنين احتياط، هيجي لك وقت ماتشين ثلاثة اربعة انت مش بتلعب. لو انت مش دايس على نفسك ومركز وعندك اصرار وعندك صلابة في الشخصية هتضيع في الرجلين، يعني في النهايه انت تعرف كابتن اسامه، انت لسه كابتن بقى، خلي بالك بقى معلش بقى، وعشان انقل على 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 لاعب تاني. لا بس نقطه صغيره يا كابتن، عندك في المركز ده لسه كمان وليد سليمان وحمودي وحمودي هنسالك كمان حمودي وجابر وميدو جابر. طيب نسيتني عايز تقول ايه؟ والله نسيتني يعني كده كانت يعني ايمن اشرف هو لاعب مميز هيبقى موجود، لو في حاله طبعا ان علي معلول ممكن ما يبقاش موجود في اولى المباريات، يبقى ايمن اشرف او حسين سيد او صبري، انت اختيارك ليه يعني ممكن يبتدي يا كابتن، اديني واحد بس. لا انا شايف ان متهيألي علي معلول هو اللي هيبتدي، لو نهي لو 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 ما كانش موجود، لو ما كانش موجود طبعا ايمن اشرف لانه هو لا حسين ولا صبري شاركوا، وهيلعب اسلام محارب من فوقيه ده لازم. اسلام محارب يا كابتن؟ طبعا. طيب خلاص ماشي. احنا يا جماعه في نقطه، احنا بنجدد النادي الاهلي دلوقتي. بس التجديد ده كابتن برضو ما بيجيش ما بيجيش ايه؟ احنا دلوقتي في الملعب مين؟ ورا سعد سمير ورامي ربيعه واحمد فتحي. يعني احمد فتحي ربنا يديله الصحه. طيب انا عايز باك رايت بعد احمد فتحي سنه او سنتين يكمل بعديه، زي ما الكابتن ربيع اعتزل عشان محمد يوسف ومحمد سعد يخشوا يبتدوا كوننا. فاحنا دلوقتي فعلا في تكوين فرقه، فلازم الصفقات اللي جت دي زي ما قلت كابتن اسامه فيهم 8 اساسيين اوكي منهم. لازم ياخدوا كتير، لان بعد سنه بعد نص سنه في لعيبه كتير هتلاقيها تصاب صحيح. هتقع، لازم الناس دي تاخد. كلامك على هشام محمد كابتن اسامه. هشام محمد طبعا ممكن ناشئنا اصلا، ناشئين النادي الاهلي من الاول، لعيب طبعا كويس، عامل مواسم هايله مع نادي المقصه. نفس الشيء اللي اتكلمنا فيه، هيلاقي منافسه برضو كبيره، لانه حسام عاشور اللي هو رقم واحد في المنطقه ديت في مصر وحظه وحش تملي مع المنتخب مش عارف ليه موجود. عمرو السوليه مستواه زاد كتير جدا عن السنه اللي فاتت، ابتدى يتقل في والجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها مع عبد الجليل وانت، اللي هي انه لعب النادي الاهلي بيبقى مختلف شويه عن لعب الانديه الاخرى، ابتدى يتقل. في اكرم توفيق لسه ما خدش فرصه كبيره، لانه رغم ان هو واعد وكده. فشام كمان دخل لهم، واحيانا عبد الله سعيد بيرجع في بعض الماتشات يلعب في المنطقه ديت، صحيح مش من بدايه الماتشات، ممكن شوط ممكن نص ساعه ممكن، نادرا ما بيلعب يعني كبدايه في الجزئيه دي، فالمنافسه هتبقى شرسه. لكن هو هشام عنده امكانيات كويسه، لعب مع فرقه برده طالعه تاني السنه اللي فاتت، هو اصلا من ناشئين النادي الاهلي، فبرده اتربى في الجزئيه اللي هي بتاعت متاسس في حته انه يكسب وانه يلعب على البطوله والكلام دوت، فهو لعيب مميز بيعرف يباصي كويس، عنده رؤيه. فان شاء الله يبقى ليه دور، وهتبقى هي المنافسه زي ما انا قلت، اللعيب اللي هيستحمل واللي عنده صبر هو اللي هيقدر يستمر في النادي الاهلي. صحيح يا كابتن صحيح. ودي هي دي الميزه اللي احنا بنتكلم فيها. طب كابتن خلينا اكلمك بقى على رجوع احمد الشيخ، ما برضو بقى دي نقطه بقى هكملها لك، ونقطه الاراده والتصميم اللي احنا كنا تكمله عمرو بركات ورجوع احمد الشيخ برضو دي حاجه مميزه كابتن حسام اكيد، وهو بيرجعه هو حاطط في دماغه ان لازم اللاعب ده يلعب. ده حقيقي واستفاد منه. ده حقيقي لان كابتن حسام هو اللي طلب ان يجيبه. لو ان كابتن حسام ما لعبوش يبقى طب ازاي انت جايبه ورجعته تاني ما كانش بيلعب وبعدين رجعته، طب يبقى لازم بقى تديله عشان يثبت نفسه، على الاقل تديله اربع ماتشات ورا بعض. فانا اتمنى ان كابتن حسام يديله من اول ماتشات ان شاء الله، حتى ينزله الشوط الثاني وبعدين يبتدي ثاني ماتش بيه وبعدين ثالث ماتش يبتدي بيه، على الاقل الولد ما يحسش ان هو في حاجه. ميزه فيه ان هو جرب السنه الاولانيه وابتدى ياخد على النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي، وحتى لو قعد احتياطي مش هيزعل او مش هيحبط. فانا متهيألي
ان هيبقى لي دور السنه ده احمد الشيخ. نتمنى طبعا كله كابتن يبقى مشارك بشكل جيد، وفي الاضافه زي ما احنا بنتكلم دايما الاهلي بيشترك في بطولات كتير عدد كبير كتير. انا كلامك بقى على كابتن احمد، كابتن اسامه احمد ياسر ريان وتالقه في الفتره فيه. طبعا هتكلم على احمد ياسر ريان، بس بحب اضيف اضافه في موضوع احمد الشيخ. السنه اللي فاتت مع مستر مارتن يول انا كنت مساعد المدرب العام معاه، كان احمد الشيخ اول سنه ليه، كان احيانا طبيعي لما بيلعبش بيزعل، فاكتر من مره انا كلمته في الموضوع ده، قلت له يا ابني انت هنا في النادي الاهلي لازم تبقى فاهم انك انت مش بتنافس، يعني في فرق انت بتلعب فيها ممكن حتى لو مستواك في ماتش او ماتشين قليل شويه مفيش الضغط الجماهيري اللي عليك كبير قوي انك الناس هتزوم عليك، او المدرب بيبقى مقتنع ان انت نمره واحد في الفتره ديت فبيلعبك حتى لو انت اقل شويه. لكن مثلا في النادي الاهلي بتروح تنافس مؤمن زكريا، بتنافس عبد الله السعيد، بتنافس وليد سليمان، بتنافس، ودول عندهم مثلا خبرات، لعبوا اكتر، لعبوا بقالهم كام سنه في النادي الاهلي، فهو برده كان بيحصل عنده بعض الاحباط احيانا من عدم اللعب. السنه بتاعت الاعاره ديت زي ما عبد الجليل قال، زي ما تقول احنا بنقول ايه بقى، المفروض تكون ودكته يعني تقلته. اولا هو هداف الدوري، هو حس بالاحساس اللي عبد الجليل قاله انه كان في النادي الاهلي وبعدت عنه تاني ورجع ليها، فلازم يموت نفسه طبعاً. يبقى عنده اصرار اكتر من كده، لكن هو امكانياته هايله طبعا وهداف الدوري السنه فاتت. ان شاء الله نتمنى له التوفيق. حاجه مفيده كابتن اسامه ان معاه هشام محمد، عمرو بركات، يعني كانوا بيلعبوا معاه طبعا. كابتن اسامه خليني اكلمك على احمد ياسر عشان عايز اكلمك على مجموعه من اللاعبين اللي ممكن النادي الاهلي كان ممكن يستفاد بيهم، هم صغار السن لكن النادي الاهلي فضل ان هو يعيرهم بشكل كبير. يعني احمد ياسر ريان وجوده في خط هجوم النادي الاهلي في التوقيت ده. احمد ياسر ريان برضو من اللعيبه الواعده، وطبعا هو ابن زميلنا طبعا ياسر ريان، ربنا يوفقه يعني. لعيب كويس واعد، ولكن تملي الصغير الوقت معاه، يعني ما يبقاش في ايه ليه كده. لا ما هو طبيعي، انا بشوف ان ما دام الامكانيات موجوده ولا لا، ما هو لا انا اقصد لا لو انت انور سلامه، كابتن انور سلامه طلع لكابتن صالح سليم قال له انا عندي اربع لعيبه وهمشي اربع لعيبه. لعبت منتخب مصر كابتن عبدالجليل وانت عندك كام سنه؟ لعبت 18 سنه كابتن عبد الاسامه منتخب مصر؟ لا لعبت اول مره انضميت مع الكابتن عبد الله وحش كان سنه 84، كان عندي 22 سنه. 22 سنه انا بتكلم مع المنتخب الاول. 18 سنه، انا 17 سنه كابتن برضو. لا انا ما بتكلمش، مش واخد بالك. طبعا لو لعيب صغير ومتفوق بوضوح جدا على لعيب موجود ومؤثر لازم يلعب، لكن انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم ان الصغير الوقت معاه بمعنى ايه؟ انه ممكن جدا يكون في مكانه حد مثلا كبير عنده خبرات، واحد بيلعب مثلا دولي، واحد افريقي جامد قوي. فانا اقصد كون الاحتكاك مع الفريق الاول في سواء في ماتشات وديه او على سبيل الاعاره، وانه ياخد ثقه اللعب في الدوري الممتاز ويرجع تاني، ففي دي احيانا بتبقى حاجه كويسه. فاحمد ريان لعيب كويس عنده امكانيات، طبعا الهدف اللي جاي دلوقتي قدامنا ده عمله بحساسيه حلوه جدا، بيتحرك كويس، سريع، بيعرف يجيب جون، فالوقت معاه وهو لعيب كويس ان شاء الله ربنا يوفقه. لكن انا اقصد ايه؟ زي ما اتكلمت على اللعيبه اللي اكبر منه انه ما يجيلوش احباط انه ما يلعبش، برده نفس الشيء، ولازم يعرف انه بيلعب مع لعيبه كبار، منتخب مصر معظمهم لعيبه دوليين، لعبوا كتير قوي في افريقيا سواء في النادي الاهلي او في المنتخب، فلازم يبقى عنده صبر ولازم يبقى عنده جلد. لو هو مستمر مش هيعار زي بقيه زمايله اللي هم تم الاعراض. بص صح جدا، بس احنا لما طلعنا لعبنا جنبيكوا واستفدنا منكوا، فعشان كده لعبنا منتخب مصر. طب واحد زي احمد ياسر ريان ده بالمهاره دي ليه ما يلعبش جنب عبد الله السعيد ويلعب عشان يسندوه؟ هيلعب؟ لا ما انا ماشي وجهه نظر طبعا. يعني بقول لا انا مش أنا مش بقول الكابتن حسام لازم يلعبه، وعلى فكرة كابتن حسام مقتنع بشكل كبير بالظبط. يعني احنا بدل ما هشتري لعيب ب 2 3 مليون ما ده ببلاش، طيب ادخله في وسط 4 5 قبل ما ال 4 5 دول يعتزلوا. ايوه بعدين الولد ده يخش يلاقي نفسه بيلعب مع عمرو بركات وميدو جابر. لا انت مين اللي يشيل بقى؟ لا كلام مظبوط، بس انا بقول ايه؟ انه ممكن ما يبقاش اساسي، ممكن يلاقي نفسه
بعد 6-7 ماتشات يا دوب بيلعب نص ساعه او بيلعب شوط في وسط الناس اللي انت بتتكلم عليها دي. لكن انا بتكلم ان قوه المنافسه، ما انت لو انت بكل بساطه احنا قلنا ايه، احمد ياسر انا هيلعب وعمرو بركات جاي صفقه جديده لازم يلعب واحمد الشيخ لسه راجع لازم يلعب، ويبقى انت كده معنى كده بقى ان لا جايه هيلعب ولا عبد الله السعيد هيلعب ولا مؤمن زكريا هيلعب ولا وليد سليمان هيلعب ولا احمد فتحي هيلعب. ما هو انت هتبقى عندك مشكله. اشترينا ليه يا كابتن كل لا ما هو ما مش معنى ان انت اشتريت 25 لعيب ان كل اللعيبه هتلعب من اول الدوري في اول ماتش 25 لعيبه هلاعبهم، لازم ناس هتقعد ولازم ناس هيبقى هيجي يلعب بعد خمس ست ماتشات. بس انا لان انا قطاع الناشئين انا بقالي سنتين شايف ان الاعارات كترت قوي في النادي الاهلي، كترت قوي بالنسبه لقطاع الناشئين يا كابتن. يعني بالنسبه للاعبتنا بره طبعا 97 عارف. كترت قوي يعني هو انت بس عشان مفيده يا عبد الجليل. انا عارف ان هي مفيده استفاد منهم كابتن، مفيده بستفاد منهم برجع اشتريهم بفلوس. انا عايز اقول لك يا كابتن، لا اعاره ما بتشتريهمش اعاره، ده انت مجرد لكن الكلام ده الاستغنى عنه. انا عايز اقول لك بالنسبه للكلام اللي انت بتقوله يا كابتن، يمكن النادي الاهلي يعني برضو ناصر ماهر واحد من الناس اللي اتعاروا راح سموحه، وده برضو حاجه هتبقى مميزه. اعاره وناصر ماهر من اللعيبه المميزه جدا يا كابتن اسامه، كان في منتخب الشباب ايضا. محمد عصام الغندور راح لطلائع الجيش، ودي في حد ذات حاجه برضو مميزه، ده حارس مرمى منتخب مصر للشباب. ايضا مصطفى الجمل لاعب وسط في النادي الاهلي في القطاع الناشئين راح الانتاج الحربي. ايضا فوزي الحناوي لاعب مميز وكان بيطلع للفريق الاول في السنه اللي فاتت لو نتذكر، ويعني عنده مهارات فنيه عاليه فوزي الحناوي، راح الاتحاد السكندري. وايضا اخيرا عمر رضوان حارس مرمى مميز، وايضا كان في منتخب الشباب سواء بقى اللي راح طنطا عمر رضوان. نعم اللي راح طنطا عمر رضوان كان راح طنطا اللي راح الشرقيه 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 ده جول ممتاز. فبالتالي دي يعني بتبقى حاجات يعني الوضع ده مميز، انت عندك لعيبه في اماكنها الامور مليانه او اللاعبين موجودين بكثافه، فانت بتوديهم لان انت برضه بتستفاد بقطاع الناشئين بتاعك لان هم هيرجعوا لك وقت من الاوقات زي احمد الشيخ لما عمل. هو ده اللي انا كابتن يعني هو ده اللي انا بقوله ان 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 ملوش فرصه انه يلعب 100%، الافضل انه يعار ويلعب. انا اكلمك بس على احمد حمدي، انا ما اعرفش احمد حمدي لسه موجود ولا موجود يا كابتن. طيب احمد حمدي السنه اللي فاتت لعيب كويس ما لعبش السنه اللي فاتت خالص، كان افضل انه يروح يعار ويلعب مثلا في نادي زي بتروجيت، نادي زي المقاولين، نادي زي اي نادي هيطلبه للاعاره ويتشاف بقى ويلعب احتكاك جامد وبتاع ويرجع يلعب، ولا فضل السنه كلها مش موجود. على فكره كابتن اسامه انا مش انا اشوف بقول كذا، انا جاي لي 7 لعيبه اعارات السنه دي من 97 عندي بس طبعا متودي ناس وناس نابرو اسوان بسم الله الرحمن الرحيم طنطا فمحتار، يبقى هوقع فرقه 97 ولو وقعت فرقه 97 الكابتن مؤمن سليمان طالب 2 لانه ما تبع الفريق الاول. عملت كابتن نور شرفت كابتن عبد الجليل. شكرا كابتن يعني محمد، طبعا تعبناك النهارده وانت ولا يهمك انت مستمر كده وحلو امور. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك كابتن جاي النهارده شرفت كابتن والله. وعوضه حميده لينا بامر الله كده تبقى موجود باستمرار معانا يا رب. ان شاء الله. وبالنسبه انا مش معاكم يعني لا يا كابتن انت موجود على طول يا كابتن عسل كابتن عبد الجليل، نورت وشرفت. اكيد يعني كلامنا كان على النادي الاهلي، يمكن ويمكن بعض الكلام كان ايضا على قرر اتحاد الكوره بالاربع لاعبين اجانب، هيكون 3 ولاعب خارج القائمه الاساسيه بالنسبه للمباريات. كل الكلام ده كنا من خلال نجومنا ناقشنا فيه، كل واحد بيبقى ليه وجهه نظره، ولكن في الاول وفي الاخر اتحاد الكوره هو المسؤول عن القياده الاداريه بالنسبه للكره المصريه، هو اللي بيحط القواعد والضوابط بالنسبه للكره المصريه. وان شاء الله احنا عايزين ما يبقاش في تخبط، ما يبقاش في اي مشاكل موجوده، الامور اللي تتوضح بقرار يبقى وتوابعه او المشتقات بتاعته من بدري، ما يبقاش كده بيجي حاجات فجاه بنشوفها مره واحده فبالتالي بتبوظ لنا حاجات كتير او استراتيجيه موجوده في النادي الاهلي او في اي انديه اخرى بالنسبه للتعاقدات بالنسبه للاعبين. ولكن في الاول وفي الاخر تعتقد مين يا كابتن ان شاء الله الاسود؟ ايه تعتقد مين حسام الحصان الاسود؟ انا كنت هقول كده ها بتقعد مكاني انا واسال. لا بجد والله تعتقد مين الحصان الاسود السنه الجايه في الدوري؟ عشان نختم بقى بسرعه. بسرعه بقى كابتن، انت كنت هختم انت اللي خلاني. معلش 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 احنا بنصدق نيجي النادي الاهلي يعني. ممكن ايوه
مصر مقاولين. مصر مقاولين. خلاص كابتن اسامه جاوب. مقاصه طبعا مقاصه بتنافس على لا المقاصه مش حسام اسود دلوقتي كابتن. لا يعني ممكن عدت حسام اسود دلوقتي. يعني نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي في اولى مباراته، عشان بس جمهور النادي الاهلي بيسال على صفحه قناه الاهلي مباراه امتى؟ يوم الاحد ان شاء الله مباراه النادي الاهلي في اولى مباراته وانطلاقه الدوري الممتاز بالنسبه له امام طلائع الجيش. نتمنى طبعا التوفيق ليهم ان شاء الله. المباراه هتكون 8:15 ان شاء الله بامر الله في اولى مباراه النادي الاهلي. كامل التوفيق للفريق ان شاء الله وسعاداته لهذه المباراه، وايضا لمباراه الترجي ان شاء الله هتكون يوم 16 سبتمبر. طبعا كنا معاكم خلال نجومنا، اكيد استاد الاهلي بيغطي دايما باستمرار كل كبيره وصغيره داخل فريق النادي الاهلي، وهيكون معاكم بكره ايضا استكمالا لاستاد برنامج استاد الاهلي، هيتغطيه بقى عن المباراه واستعدادات او ليله المباراه والمعسكر اللي بيكون ان شاء الله موجود في التوقيت الحالي، وهنكون معاكم طبعا لتغطيه المباراه ان شاء الله يوم الاحد لو يعني ربنا يوفق ان شاء الله النادي الاهلي والفوز يبقى دايما حليف. تصبحوا على خير.